مجددا لقاء محبة، لقاء قوة، لقاء الأدب والفكر والثقافة، ولقاء الطاقات الممتعة في مدينة مكناس وببلدنا الغالي الحبيب. نحييكم في هذا اللقاء في صالون الدبدوب الأدبي لفضاء قصر السعادة بمدينة مكناس، ونعلن عن افتتاح الدورة التاسعة لهذا الصالون. هذه الدورة التي تحتفي بالأديب والناقد سي محمد إدرها، وطبعا هي فرصة للتنويه وللاحتفاء، وفرصة لإعادة الاعتبار للمبدع والمبدعة بمدينة مكناس والمغرب، لأن بلدنا المغرب يتوفر على طاقات إبداعية كبيرة، فلا بد من يعني الاحتفال بمجهودها ولعطاءاتها ولإبداعاتها. وهذه الفرصة التي نريدها داخل صالون دبدوب الأدبي اليوم في هذا التاريخ من شهر يناير من سنة 2024. أعطي الكلمة للسيد عبد الله المبدع والشاعر وصاحب الصالون الأدبي، فليتفضل مشكورا. شكرا الأستاذ حسن إمامي الروائي الأديب ابن جل بخون، شكرا لقبول دعوة صالون، شكرا لحضورك معنا، ونحن نحتفي اليوم برجل من رجالات مدينة مكناس العالمة القاص الناقد والبيبليوغرافي الأستاذ محمد إدرغا في إطار سلسلة برامج التي تنظمها مؤسسة على صحة علم الدولية للإبداع فكر الثقافة وعلوم. وفي هذا الصدد لا يمكنني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من شرفنا بالحضور في هذا اليوم الذي نعتبره يوم نصر. لماذا يوم نصر؟ لأنه الحمد لله بعد وهكة كادت أن تودي بحياتي، لكن الحمد لله لازال في العمر زيادة. أنا سعيد أنني ألتقي بكم بعد واحد الغيبة على الميادين، خصوصا اللقاءات اللي كتكون تواصلية على الواقعي. سعيد لماذا؟ لأن أنا الآن أتواجد بين رجالات يصنعون ويكتبون التاريخ بمدينة مكناس إبداعا سلوكا وأخلاقا وإنسانية. أنتم أساتذة، أنتم أعلام يعني يتشرف بهم، وأنتم يعني خير ما يمكننا أننا نتشرف به يعني أمام الأمم، لأنكم رجالات تكتبون التاريخ كل في مجال اشتغاله. إذن بسم الله مجراها ومرساها، اليوم نحن على موعد كالعادة، دائما نعدكم بالتميز، واليوم التميز هو حضوركم، هذا حضوركم العاشق احتفاء بهذا الرجل الذي لا يمكن إلا أن يكون له في قلوبنا جميعا وطن نحبه كما نحب كل من يبدع وينتج ويعني يقدم لهذه المدينة ولهذا الوطن إشعاع يتحدى في غالبه الحدود. إذن شكرا للإخوة من مدينة مكناس، شكرا للإخوة من مدينة مولاي إدريس زرغون، شكرا للإخوة من مدينة سيدي قاسم التي يعني عرفت انطلاقة أولى دورات هذا الصالون باستضافة الموسيقار الكبير سيدي عبد الواحد التطواني، واللي بالمناسبة أشكر الأخت ليلى جميل والأخ سمح المكرين سي جمال المرزوقي وكل الإخوان اللي كانوا صاحبونا في هذا الإبحار هذا في إطار الدورة الأولى من صالون دبدوب الأدبي. كنشكروا كذلك مدينة الحاجب جميع المدن اللي ربما يعني أبت إلا أن تحتفي بهذا الرجل
الكريم والشامل. أنا صحيح اليوم أقوم بدور المنظم، ولكن والله لا أعتبرني إلا جسر لواحد المنشود وواحد الهدف اللي هو سامي ورقي، أننا نتلقاو مع هذا الرجل ونحيو معكم الرحيم خطر واحد الجو اللي هو أخوي الصادق. إذن مؤسسة على صحة علم تولي للإبداع والمبدعين تفي بوجودها. لماذا هذا اللقاء؟ لماذا استضافة سي محمد إدرغا في هذه الدورة التاسعة؟ وسمناها باسمه لأن الوعد كان قد صدر، يعني قبل كورونا يعني كان من المفترض أننا نقوم بهذه الدورات متسلسلة إطارة استضافة تالوج الإبداع بمدينة مكناس سي إدرغا الدكتور عامر بناوي وكذلك سي رضا إبراهيم، لكن الظروف منعتنا من ذلك. الحمد لله كنا قلنا لقاء عن بعد، ولكن بعد ما الله سبحانه وتعالى من علي وعليكم بالصحة فنحن نعود من جديد لتتعدد اللقاءات. احنا اليوم نشهد هذه الدورة اللي ربما ستبقى للتاريخ. بكم جمعة وجزاكم الله بخير، ومهما اجتهدت أنني أبحث عن الكلام الطيب فأنتم أسماء وأبناء. إذن لا أنسى هنا فقط أن أتقدم بالشكر العميد لأخي وصديقي الأستاذ علي الزهري صاحب هذا الفضاء الجميل اللي بكل عشق وأنا يعني أتواصل معه من أجل ترخيص لنا لإقامة هذا الصالون بهذا الفضاء الجميل. أبدى على حس إنساني وسلوك يعني إبداعي بحكم أن سي علي الزهري هو يعني فاعل جمعوي، كذلك يعني كان الكلام ديالو كله طيبوبة وكل احتفاء وكل حفاوة، ولدرجة أنه قال لي الفضاء لك سي دكتور دير اللي بغيتي. فأنا أتقدم لك بالشكر سيدي علي، شكرا لك، شكرا لحسك الإبداعي والإنساني، شكرا للجميع. وأسمح نعم سيدي أسمح إن قتلت بكلمة الأستاذ حسن، شكرا لكم على الحضور. سي علي شد المال. شكرا أستاذ، شكرا لك، جزاك الله بخير. اولا قبل كل شيء كنرحبوا بالاخوان المفكرين والكتاب والشعراء اللي كنكون لهم كل الاحترام والتقدير ومحبة كبيرة صراحة، لا المجهودات اللي كيبذلوا ولا كتابات اللي تيقوموا بها، يعني لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لمدينة مكناس. فأكيد أننا في الوقت السيدون أن الأبواب ديالنا مفتوحة أمام الجميع المثقفين وأمام جميع الرياضيين والفنانين، لأن الهدف ديال هذا قصر السعادة ماشي هو غير ربح المادي فقط، بل هو واحد اعتبروها احنا واحد المعلمة اللي يمكن لها كتعرفوا القاعة الداخل راه كاين فيها صناع تقليديين، فيها يعني إبداعات، فيها واحد اللمسات ثقافية اللي كتعبر على الموروث ديالنا الثقافي اللي هو غني وغني جدا، واللي كيجيو زوار من دول أجنبية كينبهروا بهذاك الصانع التقليدي اللي صراحة يعني كنكون له كل احترام كما كنكون له للإخوان ديالنا المثقفين والشعراء. فأكيد هذا شرف لنا أنكم تكونوا هنا، فهذا محلكم وهذا فضاءكم، وأي واحد وأي مثقف مرحبا به في أي وقت، وتحياتي لكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نشكر سي علي الزهري على الاستضافة، على هذه الكلمة الطيبة، على هذا الانفتاح الواعي لدور الثقافة ودور الفكر والفن في حياة المجتمع، ونتمنى أن يكون هذا الحس مجتمعيا يعني موسعا عند الجميع لكي
يعني تحضر الثقافة بالقيمة التي تستحقها يحضر المثقف والمثقفة بما يستحقه من شيء من أجل الإبداع وتطوير الذوق الجمالي لكل مغربي ومغربية. في هذا اللقاء سنستمع لورقات نقدية. إذن لورقات نقدية سيتفضل بها أساتذة أعزاء هما الدكتور عمر قناوي والدكتور مصطفى الشاوي والأستاذ رضا إبراهيم والأستاذ أحمد الرجواني والأستاذ محمد بوحاشي، وطبعا سنراعي الظرف الزمني في توزيع هذه القراءات حتى لا تتعدى 10 دقائق أو 15 دقيقة، وبعدها سننتقل إلى الاستماع والتفاعل مع شهادات في حق الأديب والناقد محمد إبرعة، وهي كذلك منفتحة على الحس الإنساني والحس الإبداعي الذي يجمعنا جميعا قبل أن نتوج هذا الهرم الكبير إبداعا. قبل أن نجعله عريس هذه الأمسية وأن نحتفى به بما يستحق ويقبل علينا حتى هو بما نقدر عليه، شكرا لكم جميعا. أعطي الكلمة للأستاذ عمر بدوك قبل بداية قراءة المقدمة. معذرة أستاذ، فقط إشارة أنني نتقدم بالشكر للدكتور مصطفى الشاوي، الدكتور عمر قناوي، أستاذ رضا إبراهيم الأب والصديق سي محمد بوحاجي، وسي محمد بوحاجي وغني على كل تعريف طبعا، نشكرهم. وبغيت فقط أننا ندعيو مع واحد الصديق ديالنا، واحد الأستاذ اللي يعني كان غادي يكون معنا متواجد لكن ألم به مرض منعه عن الحضور، اللي هو سي عبد الله بلغيتي، نتمنوا ليه الشفاء. مرة أخرى شكرا لكم جميعا على هذا الحضور البادر. أنا أدعو كل من السي محمد بوحاشي تفضل معنا، السي أحمد الرجواني، السي عمر قناوي مرحبا، السي مصطفى الشاوي، السي رضا إبراهيم، استفادة من هذا الحضور الغني الذي شرفتمونا به سنستمع لقراءات وتدخلات في حق الأديب الناقد محمد إدرعا. طبعا هو غني عن التعريف، لكننا قبل قليل كتبنا سيرة له خاصة غير مكتوبة في الأوراق، من مواليد الحصار 1955، طبعا تاريخ خيصة وتاريخ سي محمد زكي بخيصة سنقوم بتدوينه ميدانيا حينما سنذهب عنده ضيوفا هناك. بكالوريا سنة 1976، بداية العمل 1979، الإجازة في 1980، والتقاعد أو الذي ليس بتقاعد هو تقاعد مهني، إنما الخلود لعمله الأدبي والفكري والنقدي، كان تقاعده المهني سنة 2016. وطبعا هذا التكريم الذي يحضر معنا فيه يعتبر تكريم رقم 27، وهو يستحق ألف تكريم مع طول العمر إن شاء الله. الآن مع القراءات النقدية، وطبعا لن نجعل ترتيبا أو تصنيفا، سنبدأ من اليمين على سنتنا المحمودة مع سي مصطفى الشاوي، تفضل مشكورا. تحية طيبة للحضور الكريم، وأتمنى أن أعانق كل واحد بشخصه واسمه وصفته، لكن تعذر علي ذلك ودعوني وصولي متأخرا فأعتذر. طيب، أشكر في البداية كل القيمين على هذا الحفل التكريمي في حق صديق عزيز ومبدع كبير
قدره وجهده كذا قال. أشكر الشعب الذي على العمل الجبار الذي قام به في هذا الإطار. بطبيعة الحال كنت سعيدا ومحظوظا في أن أتتبع تجربة الناقد والقاص محمد في درعا. ربما قبل أن يصدر مجموعتي القصصية، المجموعة الأولى قصص الجمعة والمجموعة الثانية رحلة الصيف والشتاء، كنت قد قرأت بعض قصصه وأثارتني على عدة مستويات. سوف لن أقرأ التفاصيل لأن أخيراً رجعت أخيراً إلى ما كتبته فيستحق أن يجمع في كتابي. وأسعدني أنني كتبت وفق مشروع على اعتبار أن الكتابة في يوني مشروع وهو لتحضير النظري ربما تفقد يعني قيمتها وربما تفقد تلك اللحمة التي بإمكانها أن تمنح للمنتوج قيمته. ما يعني أثارني في شخصية الناقد والقاص الصديق الذي عشرته مدة طويلة هو شخصه، ومن ثم حاولت أن أبحث عن ما يمكن أن نسميه بالصورة الاستعارية التي توجد بطبيعة الحال داخل ما يكتبه من القصص على وجه التحديد، وهي صورة ذات خصوصية وصورة أكيد أنها تثير كما أثرت لي تثير الجميع. وهذا الأمر حدث فيه غير ما ناقد فيما يسمى بالصورة أو الأسطورة الشخصية أو الصورة الاستعارية أو صورة الكاتب في القصة. بطبيعة الحال لكي نتجسد بالنسبة إلينا كما يقول باتلر لا نملك سوى وسيلة القراءة لمعرفة الإنسان. معرفة الإنسان رائعة من خلال حكم عليه بطبيعة الحال من خلال ما يكتبه. عندما سوف نقدم مجموعة من الخلاصات يعني إذا يمكن أقرأ تجروني إلى يعني تجاوز وقت الوحدات. أقف عند مجموعة من الخصوصية الأساسية التي تميز هذه الصورة الاستعارية. أول خاصية تميز النص القصصي عند القاص سي محمد كدرغا هو الامتداد، كونه نصا سرديا وعندما نقول الامتداد نقول الامتداد على مستوى الشكل وعلى مستوى الادب، ولا يمكن ان تقرا قصه دون ان تجد حضورا لتجليات ابداعيه وأجناس أدبية أخرى غير القصة تحمل أخرى نصي في سياق البناء بناء هذا النص. أيضا على مستوى المضامين نلاحظ الانفتاح بشكل كلي على نوع مجتمعي على نوع عقدي على تقاليد على عادات على مجموعة من الميادين، بمعنى يصعب أن تؤطر كتابات ضمن يعني خانة معينة في شكل أو دون. حتى على مستوى من القارئ سوف يلاحظ بأن بناء النص يعني النص يختلف من حيث حجمه من نص إلى آخر. طريقة البناء يعمد إلى مثلا تفتيت النص عبر عناوين يعني مختلفة عبر سيناريوهات يتدخل بشخصيه ومفاجئ القارئ بمجموعة من التقنيات التي يمكن أن يستحضرها إلا من تملك يعني الكلمة الساحرة والكلمة المثيرة والكلمة المؤثرة. عندنا أيضا حركية نص حركي، لاحظوا بأن هذا خاصة كلها يعني تترجم بعض البعض نص حركي حركي بمعنى أنك إذا بدأت قراءته كنت متأكد بأنك سوف يأخذك إلى آخره إلى نهاية دون أن تمل، لأنه لا يسير وفق
يعني خطة واحدة أو بناء خطي واحد، وإنما يعملوا إلى تكسير هذه الخطية عبر تقنيات مختلفة. أيضا في هذا السياق نلاحظ بأنه يوظف عدة قصص في قصص واحدة، يعني يمكن في كل قصة أن نجد قصة البؤرة هي الأساسية، وهناك يعني تتطرق عنها قصص أخرى تتولد عنها، ربما تتممها وترى أخرى قد تجعل بها أو تعقدها في بعض الأحيان. ومن ثم فالقراءة كما نكسر وفق خط تسلسلي و كرونولوجي، وإنما يعمل دائما إلى التزيين. التوليد أي القدرة على تنظيم وتطوير وتسوير البصير، يعني بإمكان القاص أن يكتب يعني من جملة ويجعل من جملة قصة. وقد كتب ربما عنوان درسان في الأدب، وانطلق من فرضية كيف أن أي جملة يمكن أن تصبح قصة، أي جملة. وأعطى المثال ويجسد ذلك يعني داخل القسم، مما يعكس أيضا البعد التربوي للقصص التي يسردها الكاتب. تحضر يعني فصل دراسي يحضر، تحضر هذا الهاجس مما يدل على تمرير مجموعة من الآراء النقدية في نفس السياق. إذا أي جملة عابرة يمكن أن تكون قصة إلى طبيعة الحال وفق تقنية خاصة. أي أسلوبية، أي تعدد الأشياء، وهذه خاصية ربما الأساسية يتميز بها القص مع الآراء. أسلوبه أسلوب لا يمكن أن يقلده فيه أحد. ودليل على ذلك أن من يحاول أن يصوغ قصصا وقد حاول الطاهر كثر الحال فلم يتمكن من ذلك. الأسلوب أسلوب مميز يجمع بين، وهذا هو الخطير فيه، يجمع بين يعني التراثي والحداثي، بين التراثي والحداثي. كنلاحظوا مثلا على المستوى مثلا عنوان بعض القصص، كما نشوفوا مثلا بأنه العنوان قد يكون بسيطا وقد يعمد إلى المرويات التقليدية في صياغة بعض العناوين، باب ما جاء فيه إلى غير ذلك من بعض القصص، مما ينم على أن الخاص يدرغ يمتلك يعني ناصية الحكي. ولذا سميت بعض القراءات التي كتبتها قبل يعني صنعة الحكي في كسكس الجمعة، كنت قد أصدرته كما أصدرت يعني صورة القاص محمد يدرغا في الحكاية خلال مجموعته القصصية رحلة الصيف والشتاء، بالإضافة إلى ربما يعني قراءة أخرى تحتوي بنص قصصي تحت عنوان شموخ اللون الأسود، وهذه أيضا يعني خاصية تحضر هنا. باستطاعة القاص أن يبعث الروح في الأشياء بطريقة غريبة، فتكون يعني حفرة. لاحظوا كيف لون السواد كيف يشققه داخل القصة ويجعل منه يعني امرأة جميلة يحاورها داخل النص، بمعنى القدرة على توليد الحكاية من داخل النص بوسائل يعني بسيطة، و قد تبدو بسيطة ولكنه يبعث فيها الحياة. في الحال عندما نقول الأسلوبية تتحضر مجموعة من الأساليب الأساسية، أن الحكي هو حكي مثير يشد القارئ، عندنا الوصف بطبيعة الحال الوصف يحضر بدقة متفانية، أيضا الحوار ويجسد الحوار بشكل واضح بين الشخص مما يمنحهم يعني القدرة على التعبير عن مشاعرهم وآرائهم ومواقفهم، وهذا يعني يدخل ضمن مقاصد الحكي، لأن الشيخ محمد الدرغا يهتم بالشخوص اهتماما كبيرا، بل إنه يبحث في مكنوناتها لجعلها يعني كأنها تجسد إما قدوة ينبغي أن تحتذى أو العكس من ذلك، يعني شخصا ينبغي أو نموذجا ينبغي أن يتجاوز
في سياق نقدي معين. على اي ترى ربما قد تطول اذا ما تطول القراءات، اعيد ان شاء الله سمعنا على ان اجمع كل هذه القراءات في كتيب ان شاء الله، واتمنى له مزيدا من التوفيق والعطاء والشكر والوصول للجميع. مشروع نقدي عند السي مصطفى الشاوي اولا، والمشروع الادبي في الكتابه القصصيه عند المبدع والقاص السي محمود ابراهيم. طبعا بدانا وقمنا بجمع هذه القراءات لجعلها في اصدار واحد، يعني تؤرخ وتخلد لهذه المحطه الادبيه الراقيه اليوم. نلتقي الأستاذ السي محمد الوحاجي المخلص في إنسانيته وإبداعه وكتابته، وطبعا مع النقاد الآخرين أحييه وأشكره على الحضور وأعطيه الكلمة دائما في حدود 15 دقيقة لكي نربح الوقت لباقي فقرات الأمسية، وشكرا. أحييكم تحية ملؤها المحبة، ملؤها الإنسانية، ملؤها الثقافة، وقلنا الثقافة يوجد في الكتاب. أشكركم على حضوركم المتميز، وأدرك أن لهذا الحضور قيمة ديالو كبيرة، لأن من يكتب لا يكتب غالبا للمسؤولين إلا قليلا، فهو يكتب للغير. إذا المتلقي وأنتم متلقي من نوع خاص، عارفين المبدعون في الكتاب في كل واحد ديالكم خاص ومتميز، ودخولكم الى النصوص له نكهه متميزه. الصديق الاستاذ الأدبي، القربة الحبيبية الكبيرة،
علما بان كرع الوالده في هذا الكتاب كرع وطوال فانني ساعتمد على كرعه ثانيه ولكن مدرجه في الكتاب هذا هي تتناول كل القصص ليس كل واحدة على الفرد ولكن تتناولها بمنظور جمهوري كيف يكتب ما هي أساليبه وتحلياته وأفق انتظاره ماذا يميزه على المستوى اللغوي عية مرجعيات يستعمل على المستوى الفكري وعلى المستوى المجتمعي والواقعي هذه الأسئلة التي طرحتها في قراءته معي ولكن أعرفكم على ما دعا في رحلة الصيف والشتاء هو العنوان ديال المجموعة وهو عنوان قصة يعني أساسية ولا أشك بأن الكاتب اختار عنوان هذه القصة نظرا للقيمة الخاصة بها داخل هذه المجموعة لا يمكنني أن أتفصل عن تفاصيلها لأن التفاصيل فقط له زمن طويل جدا لهذا الكتاب لابد ان اشير الى العدل فمجموعه القصص هي اولا هل الفراغ محلول من الإعراب؟ الفراغ محلول من الإعراب؟ العجيب أحمر على أبيض لحوم مزاد علني الزبون رقم كذا شذرات من أدب الحمار مجنون فوق العادة رحلة الصيف الشتاء التي مرت بنا فتحات صحفي تحت التمرين ماسك أحذية طبعة مزيدة غير مرتاحة أبو الفضائح حفيظ والقط الضاد في غرفة الإنعاش حالة سلوكية هذه هي مجموعة مزاد السفر ممنوع ورسلوا على الله مجموعة القصص التي ضمنها الكاتب في كتابه وعنوان في كتابه السجن في الواقع أن بالنسبة للإدارة إذا أردنا أن نتحدث عن معطيات كتاباتي كما قلت وعن اختياراتي في هذه الكتابة وعن الأساليب والتقنيات وعن المنتظرات من الكتابة فيما يعرف في الأدبي في آفاق الانطباع يريد بزوريزون دار الدكتور هذا طويل للغاية لذلك سأعطيكم بعض اللقطات من هنا ومن هنا الأولى هي أن البناء عند أستاذ محمود الجرام والقصة قصة القصة لها بطبيعة الحال إعماريتها وبناؤها هذا البناء من حيث أنه جد مكثف فإنه يفيض على القارئ بإيحاءات ودلالات ما حصل لها وهذا يشير
عندنا القصة قصيرة مقارنة مع الرواية إلى عندها تعمل على تكثيف ما يراد قوله غير أنها بلا منازع هي أصل ما سيكون في المستقبل معروف بالرواية. وهذا إذن هذا الكتابة عند اسمه المرأة كقصة تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ آخر، من ضفة إلى ضفة أخرى، وهو يتحدث عن مواضيع وتمات متعددة مختلفة. ولكن جامع بينها فنادة لغته، فهو متمكن جدا من اللغة، متمكن من تقنية الكتابة القصصية بقدر ما يحيل إلى الواقع، بقدر ما يسمح بنا في عالم الخيال وتخيله واستعمال الرموز. هذه مساحة القصة القصيرة تجعل القارئ يغوص وينبغي أن يغوص، لأن هذا التكثيف يقتضي أن يفكك ثم يدخل من أبواب كثيرة متعددة إذا ما هو أراد أن يمسك السمكة، أن يصطاد السمكة، أي الدلالة الداخلية أو الباطنية كما هو في المنظور السينمائي. فتكون إذن بالنسبة للقصة القصيرة تكون هناك صنارة واحدة لكل الأسماك المفردة، يمكن أن يصطاد القارئ أسماك متعددة بصنارة واحدة. هل كثير في القصة القصيرة يؤشر على صعوبة البناء في هذا الجنس، ذلك أن الرواية فيها شخوص كثر، في حين أن القصة القصيرة غالبا ما يكون الشخص الورقي أو الفني شخصا واحدا، وقد وهذا جميل جدا، وقد أعطى مفتز الإدراك أعطى للحيوانات والأشياء دورة ووظيفة الشخص، وخاصة في روايته الجميل جدا شذرات من أدب الحمار، حيث يتحاور السارد مع الحمار ويصر على أن لا يتحرك من مكانه إلا إذا تمت زوجه، هذا طلب الحمار، إلا إذا تمت زوجه، ولكن الزوج الذي يطلبها هي بقرة. الحمار هذا ورشك أن الحمار هنا رمز للمقهور والضعيف والخادع لكل الصورة والإكراهات الاجتماعية، هذا هو الحمار ومعروف عنه لأنه هو رمز المقهور في عميقة على ظهر الحمار وكذلك من
كهرباء ومن حقه فهو تاريخ من المعاناة وتاريخ من الخدمات وعليه أن يطلب في زمن معين أن يتحرر. فإذن ماذا يفعل؟ لاحظون المرح الذي يتميز به أسلوب الأستاذ سيفون فريدر. يفرض شبابته الحمار وينشرها بالضمن ضد الكلب. يفرض شبابته ويوزعها على الكاتب. لماذا؟ لأنه يحتج على التهميش التاريخي الطويل الذي طاله. هذا التهميش الذي طاله جعله يثور إن دلع. أنا هنا سأتوقف، وأنت أيها الكاتب أنا لا أكترث مما تكتب. يحاول الكاتب أن يعقد معه حوارا وصلحا ويقول له ألم تكون رفيقا للكاتب الكبير يوسف له سيدرا. تفصيل لأنه يدقق على كل صغيرة وكبيرة.
ومخلص في القراءة النقدية، أشكره كثيرا على مداخلته على أساس أن هذه المداخلات سنجمعها وتخلد لهذه المحطة. نلتقي من جديد مع صديقي العزيز أحمد الرجواني، ونعرفه كشاعر كبلبل، والآن سأنصت له ونتفاعل معه ناقد وقارئ لمجموعة قصصية للناقد والقاص محمد إدراك. تفضل مشكور. مرحبا. شكرا صديقي حسن. على كلمتك الجميلة، شكرا أخي ورفيقي الله بيدوك، شكرا سي محمد الدرغال الذي اتاح لنا هذه الفرصة كي نجتمع بقلب لذيذا، وأحس أني في الحقيقة في روض من رياض مخضر بهذه الوجوه الجميلة والتي سكنا إليها وإلى جلس إليها ووسطها وأمامها ومعها إلى آخره من الوضعيات التي يمكن أن تفرح القلب. سي محمد إدرغا، كان لي شرف أن أعمل على جمع مجموعة من القصص من النصوص القصصية التي كانت منتشرة في الجرائد الورقية، وأن نجمعها في مجموعة قصصية سماها كسكس الجمعة. هذه كسكس الجمعة هي مجموعة قصصية شيقة جدا، وهي من النصوص القصصية الأولى التي كتبها محمد إدرغا، والتي جعلته يمتاز بأسلوبه الخاص. من ضمن القصص، حتى أكون سريعا في سرد مداخلتي، من ضمن القصص التي كانت وسط هذا الزخم من هذا الزخم من النصوص الشيقة، هناك دائما عنوان يثير الانتباه، شطرات من أدب الحمار عناوين، ولكن العنوان الأكثر إثارة الانتباه هو لحوم في المزاد العالي. قصة نص قصصي رائع تجتمع فيه كثير من الأساليب، ويجتمع فيه اجتهاد سي محمد وإما هو ذلك الإحالة. أنا ذكر هذه الإحالة غادي نذكرها، هي الإحالة لنص مسرحي عنوانه لحوم في المزاد العالمي، ولكن اختيارك لهذا العنوان يجعل من النص لا غرابة أن يكون لا غرابة، وأن يجعل القارئ يثب إلى قراءته واستغواره، خاصة مضامين ذلك النص التي لا يمكن إلا أن تجعل القارئ يبتسم ويبتسم ويبتسم، بل ويتمرح بالضحك يتمرح يا كسوان. هذا ما في البداية النص، لابد أن نضع النص في لحوم في المزاد العلني في سياقه الزمكاني، وما ينطبق على هذا النص ينطبق على مجموعة من النصوص القصصية لسي محمد الدرغا، لأن هذا النص له حمولات بنيوية فكرية وإيديولوجية، وفيه تمريرات لمجموعة من الأفكار ومجموعة من المواقف، هذه المواقف الراسخة لدى الكاتب. كل تلك المواقف تنبثق عن موقفين عند الكاتب وعن مبادئ راسخة تربى فيها وتربى عليها، ويعني متح منها
يقول أنا سي محمد إبرغاء لدي مواقف، أنا سي محمد إبرغاء لدي رؤية للعالم، أنا سي محمد إبرغاء لدي رؤية نقدية للكتابة سواء القصصية أو الشعرية، وما يعجبني فيه هو أنه لا يتوانى في الرشق بالقنابل العنقودية تجاه أي نص فيه أخطاء نحوية أو لغوية أو ما شابه له، وهي شجاعة لا توجد عند الكثيرين. إذا كتب لوحه في المزاد العلني يوم في مكناس يوم 5 يونيو 1997، وتم نشره في الملحق الثقافي الأحد الاثنين 19 أغسطس 1998، علما أن الكاتب يضع التاريخ بدقة كما يوضح كل ذلك بوضع الإشارات الضرورية كإشارة إلى كون العنوان مقتبس من عنوان مسرحية. وقبل أن أدخل في المغامرة المقاربة لهذا النص، لابد من أن أعرج على الوضعية أو على الظروف التي نشر فيها. سنوات الثمانين والتسعينات كانت هناك موضة الملاحق الثقافية لجل الجرائد اليومية الموجودة آنذاك، وازدهرت باستقطاب الأقلام الأدبية والنقدية. هذه المرحلة السبعينات والثمانينات ربما يمكن اعتبارها بداية لثورة أدبية ونقدية سينبني عليها ما نعيشه اليوم من أشكال إبداعية مرتبطة بالأدب والنقد وحتى المسرح والسينما وغير ذلك. وإن لم يكن أثر تلك الثورة اليوم إيجابيا في نظري، اليوم هناك بعض المشكلات السلبية في هذا المجال لكونها انتجت نصوصا هجينة باسم الحلال. طبعا نجد هناك نصوص هجينة فاش كتهضر على محمد وجريب حدثها إلى آخره، ما عدا بعض الإنتاجات التي كانت مضيئة منها ما كتبه سعيد المزبور اليوم مع إبراهيم التلاوي مع سيبو عزام كثير من الأسماء. أعتبر إن لم أذكر بعضها اليوم. وكان هناك بعض النقد اللاذع، لكن هذا النقد لم يكن من حيث الشكل الأدبي، إنما كان يرتبط بالمواضيع كالنقد الذي كان يوجه باسم السياسة والنقابة مما يسمى بحلول العام زين، وكانت الكتابات تصب كلها تقريبا بتأثير يساري تصب في نقد هذا حلول العام زين، ودائما تلك المحاولات كانت باسم ما يسمى بالتشويه. سأمر على كثير من الأشياء ذكرها الدكتور مصطفى الشاوي وكذلك الدكتور سي محمد بوحاجي لأركز على بعض، أنا كتشوف كثير من الأشياء تتحدث في هذه المسائل ولكن نحاول أن أركز مثلا على القاموس اللغوي الذي يمتد عند سي محمد إبرغاء هذا النص وفي كثير من النصوص من التقارير الصحافية والإدارية، وهو التناص بما يسمى التناص، أو لا يعتمد التناص الصريح بل يأتي بفكرة من تقرير صحفي أو تقرير بلاغ أو بيان أو غير ذلك ليضمه في نصه القصصي، وهو ما يجعلنا نسمي هذا النص يحوم المزاد العالمي يضفي عليه صفة القصة المواقف. قصة المواقف بمعنى أن ليس القصة ليست فقط من أجل الإمتاع ومن أجل ولكن من أجل تمرير بعض المواقف إلى غير ذلك. كثير من الأشياء لابد من ذكرها، لكني هذا القلم القصصي لدى محمد إبرغاء الذي يعتمد في كثير من الأحيان على الحوار على التناص
وعلى الإحالات وعلى ذكر التفاصيل. يأتينا الموقف كما ذكرنا من المنظمات التي تشكل بوقا سياسيا قولوا العمدي، الموقف من تحويل التراث إلى أداة للعب بمصير البلاد والعباد عبر تحويله إلى فولكلور، الموقف من دور الشيوخ والمقدمين، وهذا الموقف يسرده الكاتب على حوار جميل يمسح من أسلوب الاستنطاق، مؤكدا أن الشيوخ أنواع ومراتب، منهم شيوخ القبيلة وشيوخ الشولة وشيوخ قاعات الدروس والمسيد وشيوخ البترودولار وشيوخ مجالس الشيوخ وبرلمانات في الدول العظمى، إلى أن يصل إلى شيوخ وشيخات الإعاق والحوم المزاد العلاج. وكيف أن الجمعية أقامت الجمعية نتاع السهول والإغاظة إلى أقامت ندوة حول هذا الموضوع في ربط ظالم بين الموضوع والتراث. ثم هناك الموقف من تسخير آلية الدولة وكبار البلاد وأسيادها والمنظمات بما يوغوها في إنهاء كل من له الاستطاعة المادية والبدنية للمشاركة في المزاد العلني لربح وقت قصير مع لحوم في المزاد العلني. هل كل هذه التقنيات مجرد فيصل لتمرين المواقف وإثبات المبادئ وإعطاء المعلومات وإيصال الحكاية؟ للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من أن نقف عند تقنية السر عند سي محمد الزرقاء في كل النصوص، وخاصة ما ذكره سي مصطفى الشاوي وفيما ذكره سي محمد بوحاجي وفيما سيذكره الدكتور عمرو بناوي وسي رضا إبراهيم وباقي الحضور الكريم. إذن للإجابة على التساؤل أدعوكم لتنطلقوا معي في عملية رصد لباقي تقنية السر كما قلت. فالأمر لا يتعلق بقصة قصيرة فقط، بل لا بد للبحث عن إضافة مفاهيمية لهذا الجنس الجديد من الكتابة القصصية، أو على الأقل البحث عن توصيف لفظي له. هذا النوع الذي يكتب السي محمد إبراء لا يكفي أن نقول إنه نص قصصي أو أنها مجموعة قصصية، ولكن لا بد لأن نبحث عن لفظ مفاهيمي تستحق معه نصوص سي محمد إبراء توصيفا عادلا. إذن النص كنحاول باش نقول النص حاول أن يعتمد على تقنيات الحوار المسرحي، حاول أن يعتمد كذلك على تقنيات الحكاية بصدق على الراوي، اعتمد على تقنية التقارير الصحفية، اعتمد على الفلاشات المستعملة كثيرا في السينما والتلفزيون، اليوم تستعمل كذلك في رواية وفي مسرح وفي غير ذلك من الإبداعات، اعتمد تقنية الفراغات والروابط الوسطية كتخديكوان سيسبونسيو نقط الحذف إلى آخره، اعتمد أسلوب الاستنطاق والتغابي كطرح الأسئلة الغبية في والإجابة عليها في نفس الوقت بمعنى آخر أنه يجر القارئ إلى استفهام اللفظ بشكل مركز، اعتمد الاستهزاء أحيانا وإعلان المواقف واتخاذ المسافات الأخلاقية مما يحدث، متح من الواقع رابطا إياه بالتراث والمضايا السلبية الموجودة في المجتمع والواقع، حافظ على تقنية القصة القصيرة ومنها الحفاظ على الزمن والمكان المحدودين، وعبرهما انتقل ليغوص في كل تركيبات الحياة من تراث وعادات وتقاليد ومن واقع المعاش ومن
سياسة واقتصاد وصحة وعلاقات اجتماعية ومضبوطات جسدية ونفسية، ثم أسلوب الحكي في هذا النص جاء ليركب بين كل تلك التقنيات عبر لغة لا تحتاج إلى معجم لفهمي. أنا اعتمدت واحد طريقة في دراسة محمد وهي الإحصاء، يحصي الألفاظ، يحصي هذه المعاجم، معجم الماء، معجم التراب، معجم الهواء، معجم كذا، كذا يعني هنايا. ولكن حتى لا أطيل عليكم وأترك للمتدخلين الآخرين المجال، بما أن الأمر يتعلق بدقيقة مجال. إذا نمشي جوز هذا الشيء، إننا دابا نبدا نشكر. هو واحد الحاجة باش ما يكونش القراءة النقدية تكون غير فيها مزيان مزيان مزيان، سي محمد النصوص ديالو إلا ما كانش عندنا الصبر وقوة الإرادة في القراءة تقرا يبقى فلوس وفلوس وتمشي هني فلوس بالطول ديالها، ولكن لذيذة كما كان. إننا فعلا أمام قامة أدبية كبيرة نحتت اسمها في قلوبنا وما رأيناه من بعث الأخلاق الحميدة ودعوة إليها في هذه القصة القصيرة ومحاربة لمظاهر التخلف والتشميس والتنخيص ينبغ من نخاسة، نخيس من نخاسة، هذيك لحوم من المجال العلني ماشي لحم البقر ولا هذه، ولكن ولا لحم الحمد لله، لا هذه لحم الشيخات ولحم النساء حتى نفهم السياق فين غادي، بما انه دايرين الصف باش لتحصيل المتعة، وهو صغير كيمشي من الخيمة باش ناخذو يمشي يسرق ياك لا هو مبادر الواقع. وباش نقول لكم راه سي محمد إدرغا زوين ويستحق انه ان يقرأ، وصعيب من طول شاف شي حاجه ما كيخليهاش كيبقى غير العصا. اذا هذا نص هذا الصباح وسمحوا لي على هذا الصباح. ثقلت موازين المدى مداك، ثقلت موازين المدى مداك، فتواصلت صدى في صدى صداك، وهمت حروف البعد في قصيدي، وهمت حروف البعد في قصيدي، ورست على صدري هدى فداك، هي منتقات مجالسي، هي منتقات مجالسي، تسامت بحضورك السامي ومرتقاك، ومحمد إدراغك البحار، فتماوجت أمواجنا يداك، جددت رياح النقد خيط قص، فتعاظمت واستأمنت ملاك، وإذا تناقل مجتبوك قلبا فأنا على عهد الوفا هداك، تترنح المتعاليات زهوا لكنها تشتد في رؤاك، تترنح متعاليات زهوا لكنها تشتد كتصغار تشتد في رؤاك، ألأن دربي مرتقى ركاب أم إن دربي مرتجى رضاك، وإذرغة متفائل مجيد يخضر في بشراك مجتهاك. شكرا سي احمد الجغالي، قراءة جميلة وجامعة ودقيقة كذلك. انتقل للدكتور عمرو الغناوي الصديق العزيز ورفيق العمر ورفيق القرنين للسي محمد الإدرغا. مرحبا سي عمر. مرحبا سي عمر. شكرا سي حسن. إذن الكلمة لك، شكرا مشكورة. أولا سعيد جدا بأن
بقي بوجوه قديمة وجوه جديدة شاكرا لكل الذين ساهموا في هذا اللقاء المتميز، شاكرا أيضا لصاحب هذا الفضاء الذي أنارنا بهذه الأهواء المهمة، شاكرا أولا وأخيرا سعد مزدلو على هذه البوادر التي طالما أقدم عليها فنعم البادرة. قراءتي هذه أولا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، على أساس أنني قرأت لسي محمد درغا مجموعة من قصصي الأولى كسكس الجمعة، ولا زلت أذكره أن العنوان الذي وضعته آنذاك هو بين الكسكسة والسياسة، علما أن سي محمد درغا في كتابته ممتاز في باب النقد الاجتماعي على وجه الخصوص، وله حساسية مفرطة بالنسبة للجهات السياسية، إذن يقول هكذا أراد أن يكون منفردا ناقدا منعزلا مثائلا أحيانا على الأوضاع. وفي هذه المجموعة أيضا سوف نرى بعد قليل أن رحلة الصيف والشتاء لا تحمل أهمية عن ما تحمل له نفسه في كتاباته. هذه الرحلة سأبنيها أساسا على عنصرين أساسيين، عنصرين فنيين أساسيين. العنصر الأول يتعلق بالمكان، رغم أن المكان لا يبدو واضحا منذ الوهلة الأولى في هذه المجموعة، ولكنني سأفترض المكان تبعا لما أراه مناسبا في قراءتي. هذا المكان الذي له علاقة كما يبدو في العنوان بثنائية الصيف والشتاء. إذن هذا العنوان له إبعاد مهم جدا يتعلق بالجانب الفني وجانب موضوعاته، لكن على كل حال يبقى أن هذا العنوان هو مفتاح لكل ما جاء في هذه المجموعة القصصية على مستوى عناصرها الفنية وعلى مستوى شخوصها وعلى مستوى أفضيتها بصفة عامة. إذن إذا سمحتم أنا دائما يحلو لي أن أقرأ كما يحلو لي، لذلك العنوان الذي اقترحته لهذه المجموعة القصصية هو عنوان تشكل الفضاء، تشكل الفضاء في رحلة الصيف والشتاء القصصية للقص محمد إدرغ. أول ما يثيرنا في هذه المجموعة القصصية رحلة الصيف والشتاء ما توقظه فينا من معاني القداسة، إن تذكرنا بظلال القرآن الكريم الكامنة في رحلة الشتاء والصيف سورة قريش آية 2، ورحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بكل أبعادها الدينية مع الاعتراف بوجود فرق جوهري بين هذه الرحلات. وبموجب اشتراكها جميعا في مصطلح رحلة كحركة جرت أدوارها في مكان وزمان محددين ستتقاطع بموجبها أسئلة مصاحبة تعزز هذا النوع من الإبداع الرحلي، فكيف نستطيع بداية تحديد مفهوم الرحلة؟ هنا يفترض أن يختلف تحديد الرحلة من شخص لآخر ومن تجربة سفرية لأخرى، سواء تعلق الأمر بغرض التثقيف أو السياحة أو غيرهما، إلا أن ما يميز الرحلة الإدارية كونها تحيلنا على رحلة الشتاء والصيف ذلك الطابع ذات الطابع الديني والاقتصادي،
هذه الرحلة التي راهن فيها الكاتب على تحقيق رسالة تربوية كما ذكر قبل قليل تعليمية تعلمية، ينتظر جدا أن يصور فيها ما يعتذر سبيل أن يصور فيها ما يعترض سبيله من مغامرات وحدات قد لا يقواه ونسه على تحملها. وتجدر الإشارة هنا إلى باقي الرحلات التي تم إنجازها سابقا كرحلة بفطوطة ورحلة السندباد ورحلة ماركو بولو ونجم محفوظ وغيرها من الرحلات، وإن اختلفت كل واحدة منها في أسباب نزولها ومجريات أحداثها ومقاصدها ومغامرات شخوصها ومعاناتهم في الزمان والمكان ودرجة صبرهم وتحملهم، وكأننا بالكاتب محمد إدارها وهو يقدم على إنجاز رحلته قد عمل بوصية الشنفارة حين قال ناصحا: وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلاب تعزب. من هذا يطرح السؤال عن سر رحلة الكاتب، قبل أن نعتدي إلى بعض مسبباتها ممثلة في نقد الواقع الاقتصادي والكشف عن مفارقاته ورغبة الكاتب في تحسين أوضاعه المادية منها على وجه التحديد. فضلا عن إيمانه بأداء رسالته التربوية المنوطة به خدمة للأجيال وبناء الوطن، في هذا المقام تحضرنا مجموعة من أسئلة الكتابة كما تناولها النقد الغربي مصحوبة ببعض الأجوبة المحتملة كما أتصوره. لماذا نشره؟ إذا استجابة لنداء سي محمد لنتحرر. لمن نكتبه؟ للمتلقي الذي يفترض أن نوعيته أن نوعيه وننتشله من براثن الجهل والدنف. كيف نكتبه؟ وهو بيت القصيد عن سي محمد إدارها من حيث صياغة بيتها، ولذلك يحضرنا تحت استجابة أخرى لمقولة الأسلوب هو الرجل. ومتى نكتب؟ في مكان رديء تبع المجموعة القصصية وزمان موضوع لا يقوى الإنسان على مواجهته والتصدي له. بهذه الأسئلة ومخرجاتها نكون قد اقتربنا من الكشف عن علاقة القاسم محمد إدارها برحلة الصيف والشتاء، كما تدور أحداثها حول حركة الراوي وفعل تدافعها مع الشخوص الأخرى نحو تحقيق الذات والارتقاء بالجانب الاجتماعي وتحقيق الانسجام النفسي، سيما عن طريق مفارقات الألوان كما ورد في المجموعة القصصية، حيث نجد مجموعة من الألوان منها ما يرمز إلى السياسة كالأبيض ومنها ما يرمز إلى الأحمر ومنها ما يرمز إلى الأحمر كما جاء الأحمر والأحمر. فمن أين وأن انطلقت رحلة الصيف والشتاء أخذ روادها العزم على ركوب هذه المغامرة الكهداء حول بناء رحلة الصيف والشتاء؟ تتألف المجموعة القصصية رحلة الصيف والشتاء الصادرة عن منشورة اتحاد الكتاب المغربي سنة 2014 من 21 نصا قصصيا ومجموعة من العتبات، تتصدر عتبة العنوان ليمتد حضورها قويا 108 صفحات. وبذلك تكتسي رحلة الصيف والشتاء بداية من هل الفراغ محلوم الإعراب، مرورا بلحوم في المزاد العلني، وصولا الى حاله السلوكيه، اهميه القصوى في تقريب الهوه بين الكاتب والقارئ، الوقت الذي يضطرنا اول مسن خارجي الى الوقوف على مصطلح رحله كمكان ذي علاقه بزمانين متباعدين متقاربين. وبذلك يكتسب العنوان اهميه القصوى في تسهيل مهمة القارئ في فهم النصوص الأصلية وفك إلغازها وإدراك مقاصدها والكشف عما تحمله من أبعاد دلالية على امتداد مراحل الرحلة صيفا وشتاء. في الوقت الذي تلعب العتبة كنص خارجي دورا مركزيا وأهمية خاصة
لا يستغني عنها المتلقي باعتبارها مفتاحا يمكن من سمر أهوال القصص وإدراك مقاصدها والكشف عن جمالها المتخيل فيها. ونظرا لأهمية النصوص الأصلية في فك شفرة العنوان وتقريبه من المتلقي وتنوير عوالمه، نكون قد اقتربنا أو نكاد من حيثية الرحلة ومقتضياته. عجلة الهداء هذه مثيرة جدا، لأنني وقفت عندها لأن فيها ما يشفي غليل سي محمد إدرك. يجب التأكيد على أن المجموعة الخصصية لا تستقيم عنده ولا تستقيم عند 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 رغبته إلا بذكر عتبة الأشياء التي خص بها الكاتب زوجته بتنويه وذكر الأفضال، منوها بأدوارها واشتغالاتها، شاكرا لأنه من أبناء مختتما عمله بتوقيع رشيد الخدوم. إنه إهداء خاص جدا واستثنائي، قلما عثرنا على نظيره على نظير له في إهداءات سابقة، فهنيئا للمهدي بنعمة البرو. فضاء الزمكان، إن البحث عن بداية ونهاية رحلة الصيف والشتاء يشكل الجوهر الأساسي في ملامسة خطوط مسار القصص وإدراك مدى ارتباطه بعتبة العنوان، ذلك أن حقيقة البداية والنهاية لا يمكن تصورهما إلا بمفترض، وهذا بيت القصيدة، إلا بمفترض مقتضى أداتين من وإلى، لذلك سأسمي المجموعة القصصية هي مجموعة من وإلى كما عرفت، مقتضى أداتين من وإلى اللتين لا نتصور بداية العنوان ونهايته إلا بهما والتحاق مثيلاتيهما بمختلف النصوص السردية. يقول الراوي: من خرائب بيت واطئ معلق على قمة الجبل، صفحة 13، وإلى كنهاية محتملة يحكمهما زمنا، زمن الصيف حيث يسود الحر والشح، وزمن الشتاء زمن الدفء والأمطار والخصوبة، وكلاهما مقرون بمراحل الرحلة كمعطد للفراغ الذي عانى منه الكاتب المسافر قبل أن يختتم حديثه عن حالة سلوكية. انطلاقا من هذا الاستحضار الافتراضي لمكان المحاصرين بزمن الصيف والشتاء، يطرح افتراض آخر موازي للذي سبق، أن إذ يصبح متيسرا الإمساك بدلالة العنوان وتتحقق على مستوى النصوص الأصلية معالم خطاطة أولية لرحلة المتاعب المحددة في الزمن والمكان، وبذلك تتحقق نبوءة الكاتب بضمان مشاركة القارئ ومساهمته في بناء النص ومنع فراغاته. إذا كان لكل رحلة مكان وزمن يؤطرها، إن أول ما يمكن الوقوف عنده في هذه الرحلة القصصية هو لفظ المكان الذي تبدأ معالمه في التجلي منذ ظهرت كلمة رحلة، يؤكده ويزكيه أول حدث ورد بمستهل الفصل الأول حين بدأ السارد مسروده بقوله: خرائب بيت واطئ معانق عند معلق عفوا عند قمة الجبل، رحلة صفحة 13، ويستمر حضوره في بقية الفصول 11 حتى نهايتها حين تبدأ آخر خيوط القصة الأخيرة في التشكل، وحين تقادفته شوارع المدينة في متاهاتها، وأخيرا حين توقف عند واجهة المقطع صفحة 101، والمكان غير صالح أقصى نقطة في المدينة الرحلة صفحة 106. وارتباطا بالزمكان اللذين يجسدهما كل من الصدر والوسط، نستطيع أن نجدد وقوف السارد عليهما من خلال مشهد واحد من رحلة الصيف والشتاء. يقول الكاتب الراوي بصيغة الماضي: أقبل على المقهى كباقي أيام الصيف العادية، اختار مقعده إلى جانب منطادتي رحلة الصيف صفحة 59. ويقول بعد ذلك بصيغة المضارع على لسان أيوب المعلم: أكتفي بهذه القلامة من رحلة الشتاء رحلة صفحة 63.
بقدر ما يمكن يمكن الزمان عند القاسم محمد إدارها بقدر ما يزمن المكان ويزكو ويستمر التعايش بينهما جنبا إلى جنب على امتداد رحلة الصيف والشتاء حتى حين تغير أحوال الطقس وتولد مظاهر طبيعية غير معتادة بفصل الشتاء فتنسجم دلالة الغلاف مع دلالة تشكل الألوان لوحة الغلاف فنستحضر بنصه من جهة شواظ صهد حارق ورياح هوجاء تتقاضى في أحداث الرمل وأيوب في الشمس قد اعتد نهاته وتتعالى إيقاعات نشيد الذاكرة المطموعة بصيغة الرد والإلحاح والاحتجاج حمى سفنا ولا شمو فليس غريبا في مثل هذه الظروف الاستثنائية أن يتحول الصيف إلى شتاء كما تجسد ذلك أحوال الطقس لحظة تحولت الأوحال إلى لصاق من النوع الممتاز تتمسكه بفردتي حذائه المطاطي الطويل فلا يرفع أيوب قدما إلا بعد عشر عسير في رحلة الصيف سحاب عسير الأمر الذي تؤكده لوحة بمختلف ألوانها وعلى امتداد جغرافيته لهذا العمل إبداع يكون القاسم محمد إدارها قد التقى في إبداعه في شق النقل الاجتماعي بكيد مفسق وبأستاذي عبد الرحمن المدن الذي لم يقتصر احتفاؤه بمحتويات مضامين الرحلة بل انتقل إلى الاشتغال على سؤال أدبية القصة لعل أول حسنات الكتابة في هذه المجموعة القصصية جانبها التربوي كما أشار أحمد قبل قليل كونها من إبداع رجل كريم كما تنص على ذلك صحة توسي وثاني حسناتها كون قراءتها تلقى بك إلى عوالم اللغة الفصحى حتى إن القارئ قد يجد نفسه كما وجدت نفسي أحيانا لا يقوى على دليل كثيرا مما أسخر به هذه المجموعة القصصية من تلوينات في الأساليب ولغة سهلة ممتنعة ومقاربات قد تتخذ أشكالا ساخرة وأبعادا سياسية جارحة يعني إنه ارتقاء باللغة وتجديد لها بعد أن أصبحت تعيش في غرفة الإنعاش كما قال في إحدى قصص كما ينص على ذلك أحد أعلام المجموعة القصصية أخيرا هنا انتهيت وهنا انتهت مجموعة القصصية من وإلى وشكرا السيد عمر قناوي طبعاً نتحدث عن السيد عمر عن السيد الغار نتحدث عن جيل وعن مذهب وعن مدرسة فكرية ونقدية اشتركت لسنوات عديدة في التفاعل والعمل طبعاً ختمه مسك بدأ بالعنبر وبدأ بعبر جميل ومسك والختام في هذه القراءة النقدية ليست مجرد قراءة لأن الشاعر والناقد والقاص روائس رضا إبراهيم هو مترجم كذلك إذن تفاعله مع تربس محمد إدرها هي تفاعل قراءة نقدية وتفاعل ترجمة التي تجعل القراءة مزدوجة داخل لغتين وداخل عقليتين وثقافتين ويتفضل مشكورا نتمنى أن نخرج منها بحمولة فكرية جيدة لن أطيل في التقديم إنما تعليقا على ما قاله السي حسان أنا لست ناقدا
انطلاقي رغم انني ابدي ملاحظاتي مرات فلا اعتبر نفسي ناقدا. ادخل الى صلب الموضوع. ورقة الحولة المجموعة القصصية رحلة الصيف والشتاء للناخب والقاص والبيبليوغرافي وحمل الإدارة. إن القارئة لقصص رحلة الصيف والشتاء للقاص محمد الإدارة لا يجد في مجرياتها متعة ويجد في التواءاتها الناقد صنعة ويواجه بتركيباتها وتقليداتها المترجم عراقيل جنبه. وما يهمني هنا كمترجم لمتون هذه المجموعة هو هذه الصعوبة المتمثلة في السهولة الممتنعة، فمتعة القراءة تحجب صعوبة التأويل وتشعبات التأويل تزيد من تعقيدات الترجمة. ولما أن للترجمة قواعدها ولنقل المعارف إلى لغة أخرى آدابها وشروطها، يتحتم على الراغب في الترجمة احترام جوهر النص المترجم والإبقاء على رأي صاحبه. وهذا لا يتحقق بسهولة عند ترجمة أعمال محمد إدارة لأسباب وعوائق ألخصها في أربعة. أولا، التلاعب بالكلمات والعبارات. تبادرنا المجموعة الخصصية بأول عنوان متعدد التأويلات والدلالات. النص هو: هل للفراغ محل من الإعراب؟ صفحة 13. حيث لا يتأتى الاستقرار على ترجمة لمعنى موحد ووحيد. ونقرأ في نفس الصفحة: ثلاث علامات استفهام تزحف عبر السطور، ولزحف السطور تلوين غير عادي. وفي الصفحة 16: العجين، يربكنا الكاتب وهو ينقل عمل الطفل بقوله: وضع السقف ونام، من غير أن يدلنا على نوع البناء ولا على ارتفاعه، ولم يخبرنا هل نام بداخل ما بناه أم خارجه. ولكل حالة ترجمتها الخاصة والدقيقة. وقد اعترف الكاتب ضمنيا على لسان الراوي بهذه البلوانيات اللغوية بقوله في الصفحة 27 التي هي لحوم في المزاج العملي، لأن الخوض، قال: لأن الخوض فيه يقتضي توظيف مفاهيم معجمية عربائية، وقد يؤولون المسميات بخلافة مدلولاتها. وفي الصفحة 51: السفر ممنوع والرزق على الله. فتكمن صعوبة الترجمة في كون هذا العنوان مستنسخ من العبارة التي تستخدمنا بها بعض المتاجر: الطلق ممنوع والرزق على الله، الذي له معنى، وأن للمنسوخ معنى آخر مغايرا من خلال حمولته المعنوية والجنة. ثانيا، الإبهام. أما استعمال الضمائر وخاصة ضمير غائب المفرد الذي يوظفه الكاتب محمد إدارة للتمويه حينا وللتنيع في مواضع محددة، فإنه غالبا ما يسبب خلطا بين حدثين أو بين شخصين، وهذا يتطلب جهدا إضافيا حتى تكون الترجمة كاملة مكمولة، لا تبتعد عن فكرة الكاتب ولا تنحرف المرانية. ثالثا، المرجعيات اللفظية الزمنية. عند محمد إدارة وبالضبط عبر نصوص رحلة الصيف والشتاء نجد أن المفردات الزمنية، المرة، اليوم، الساعة، الشهر، التصارف الزمنية، مضارع، ماضي، أمر، لا تختلف توظيفيا في احتربائياتها عن العبارات والتراكيب التعبيرية سالفة الذكر، حيث أن زمن الصرف يتخلى عن قيمته الزمنية الظاهرة رغم احتفاظه على شكله، ما يسمى في الفرنسية ب aspect et valeur. فقد يعني باستعمال الماضي حدثا مستقبليا أو العكس.
نقرأ في الصفحة 15 مثلا عجيب، كان يرمم الحاجز الآيل للسقوط، المياه تتجمع، الطفل يخرج من خفيف ملبسه يقبض على حفلة تراب. انتهى. ففي الفرنسية يعبر هذا النوع من المضارع على استمرارية الحدث، يعني الفعل في الحاضر، أما للتعبير عن حدث استمر في الماضي فيعبر عنه بكان فلان يفعل كذا. كان يفعل الذي يقابله في الفرنسية الذي يقابله في الفرنسية قلنا أما للتعبير عن حدث استمر في الماضي فيعبر عنه بكان يفعل الذي يقابله في الفرنسية زمن الصف لم باغي، وهذا ما يعبر عنه بالمنتهي تام سيتادير لاكومبلي أو لو بارفي. أما في الأمثلة السابقة فللماضي قيمة المستقبل وللمضارع قيمة الماضي، ويبقى للمترجم فقط مسلك التقبيل ومغامرة التبديل. رابعا نقل العادات التقاليد. لو كان نقل المعارف يكتفي بالترجمة الحرفية لسهل الأمر، ولقلنا كما يقال من دار البسط خلي لي وجري على ولداتي لا تصور تحت خبز، ليس ما قوي نفسه للأنفاق وفوتا بعضهم الغافية أمقصود البات، ولكن الأمر ليس هكذا فهو معقد، خاصة وأن العديد من العادات والعبارات التي نريد نقلها من وسط المغربي إلى وسط غربي أوروبي لا تجد مقابلاً لها في تلك الثقافات. على سبيل المثال تلحظ منذ مثل كلمة شيخ التي تم تشريحها في قصة لحوم في المزاد المعلن، هذه المفردة المتعددة المعاني والدلالات بمفهوماتها العامية والفصحى والإدارية ليس لها مقابل في المجتمع الفرنسي، وقد لا نجد في المجتمعات الأوروبية مثل التقليد الآتي الذي بصراحة لم تعوزني ترجمته، بل تأسفت كثيرا لكوني وجدتني مضطرا على نقله إلى الفرنسية وربما إلى عوالم أفصح. فيتعلق الأمر بقصة أحمر على أبيض. حوادث 21 أثناء المحاكمة في حوار بين القاضي والضحية التي يخدج، قال هذا نص الحوار la victime c'est le numéro de la partie vos noms prénom âge et domicile Khaddouj Bent Tel 18 ans village X que s'est-il passé cette nuit là madame il m'a étendu sur le sol et il est monté dessus il m'est monté dessus il a vomi sur moi m'a piétiné m'a étranglé à m'étouffer. Je l'ai supplié. Il m'a quitté en claquant la porte. Il est revenu avec deux seaux pleins d'eau et il a versé l'un d'eux dans un coin de la chambre et de l'autre, il a sorti une corde. Il m'a ensuite dévêtu, tiré par les cheveux et m'a forcé de me vautrer comme une bête dans le coin mouillé. Il a attaché mes mains à mes pieds et m'a roué dessus. مشهد مقزي حقيقة، وجدتني مضطرا لأنقره، وحتى لا أتطفل على اختصاص إخوان النقاد وبما أن تدخل هذا يتعلق بالترجمة أرى أن أختم كلمتي بمقطع من المقدمة التي وضعتها للمجموعة القصصية رحلة الصيف والشتاء المترجمة Périple de l'été et de l'hiver. Je me suis contenté d'un petit passage pour ne pas alourdir la séance. C'est une lourde tâche, je cite, «
c'est une lourde tâche devant laquelle on se trouve parfois totalement acculé. Surtout lorsqu'on a le scrupule de rester fidèle au texte et à l'esprit de l'auteur. Toujours est-il que traduire à Idara a été énormément plaisant, autant qu'instructif pour moi. Quant au lecteur francophone, j'espère qu'il y a encore ouvert quelques portes sur le monde du rarissime Mohamed Idara. Et merci pour vous. الصحفة الفنية المترجمة كذلك. نرحب بجميع من التحقوا بنا في هذا اللقاء، هي أسماء عزيزة وغنية، والسي مصطفى الريسي مرحبا بك، فرصة سعيدة من قنيطرة. هدية ولا قنيطرة؟ قنيطرة. مرحبا بك مجددا. إذا لكي يبقى اللقاء مستمرا ويبقى اللقاء يعني مفتوحا ومرحا، تحضر معنا اسماء كذلك من اسمها الناضفي، السادة خديجة، السادة انزرا، السادة سميرة، واسماء اخرى يعذروني اذا لم اذكرها، الذين التحقوا بي. لن أذكر جميع الأسماء، فقط الآن أدعوكم لفترة ووصلة فنية مع الفنانة نعيمة الطاهري التي ستقدم لنا قصيدة الفن الملحون لإنشادها. غادي نستعد مع هذه الوصلة الفنية مع الملحون، يعني هنيئا للمغرب بهذا التتويج العالمي وبهذا الاعتراف العالمي بالذوق الجمالي المغربي. اذا السادة نعيمة مرحبا بك، تفضلي. أدبية دائما كنعتز بمدينتي وكناس، لولا انني واخا موجودة في الدار البيضاء، يعني كناس هي مدينتي وهي يعني دائما يعني في القمة، ما غاديش ننسى مدينتي، ما غاديش ننسى هاد الوجوه الأدبية اللي دائما كتشكر بي وكتفضل لي ونكون معاهم في الصالونة الأدبية من هذا. تنادي على أستي دكدوك يكون معايا في هاد الوصلة إلا جات على خاطر. والرائدة في مجالات يعني متعددة، ولكن هي تتخصص في ديوان المغاربة علم الموهوب فن الملحون، وتعتبر يعني من خيرة ما أنجزه فن الملحون من منشدين بهذا الوطن. سعيد، أشكرك على الحضور. أنا جد سعيدة بتصنيف مؤتمر اليونسكو في هذا الفن هو تراثنا وديوان المغاربة. فتحية لمؤتمر اليونسكو. قالت ما عندكش ما يجيك الشمس. فوالا هاي الكرسي الخضر، هذا الكرسي الخضر. غنحيد القاعة. قصص على شرف الأستاذ ديالنا سي محمد إدرغا اللي قصة حمان. هذه قصيدة اللي هي يعني قصيدة يعني مثل الزجل، ولكن هي على اساس انها يعني سخريه بالنسبه للملحون، تسمى بالترجمات الملحون، يعني كاين حمان، كاين دامي شراده، كاين بزاف ديال القصص، ولكن حمان بات واحد النبوءه اللي هي الملحون التراث ديالنا وهو دول المغاربه. والله ما انا غدر يا الحجلة، أو أنت يا إما ترعاي إجناني، والله ما نغضر يا الحجلة، أو أنت يا إما ترعاي
الجنان الجليلية تربى في القرنة بالحفا ومحزم طوال واخد محتاج مع الفلوس شراح نديرها كيف نديرها حندوشية دار في رجلو بالغا مطلعة وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لوها بالصنعة ودار ليها طاقية ثم رب الحياة بشي عصافر وعمل العوال غوف الوجه ومشى يا فهم الحجام اللي يولمو الشطية حجة مرفيع الاسم بن فرحة طايق المتال حسن ومشى الدار قال مو زوجيني من بنات لحضر عصرية انتي شوفي لي الزين وانا نسخى بالمال يوم جايد زوج يا منسان وقطع صغيرية والدمع مشايدة يوم روح صابغ الانجاز سمعوا قصة الحصان كان خايل جنسه حد الحوال هما وعطية عشق من يهوى ريام توق محط الأبطال تتب حياته الفحول قوما نهداته في رسال قوام سمية نادجا حلال امرفع كامل الكمال من الضار سلام عربنا سكها بشهد المقال أرض العجمية منوت أصلات الخيار ذاك في سيه المسال واسمي عبد الله في المقام قول بن أحمد دقدوك قال ضرهون يرسمي نسام ولا يفسر والجهر يوهبنا الحلاوة سمعوا السلام والحال كان حليل هو وباه في زمان الجنية اتربى في القرنة بالحفا وحزم طوال قامت ما هو طرب الحوايج للتحليقة تم جابت بنية كذلك جلبة لونها خبور البال خرجت ومشات الدور على الخطبة ضاك البلاد كلها في صحية قصدك للدار زانها مغرب معدب عمال قال مزوجني من بنات نحضر عصرية انتي شوفي لي الزين وانا نسخى بالمال سمعوا صوت حمان كان حيل هو وباه في زمان الجلية اضربها في القرنة بالحفا ومحزم خليه هو الديسير لا هو الديسير هو الديسير فيما تبقى من هذه الأمسية وهذا اللقاء الجميل عندنا الآن فترة
للاستماع لشهادات في حق الأديب الناقد محمد إدراغ، ومع هذه الشهادات سنستمع لكلمة سيقولها الصديق محمد إدراغ لهذه المناسبة الاحتفالية والاحتفائية. وطبعا هذه الأمسية نتمناها أن تكون شرارة لعمل ثقافي متجدد نوعي وجيد وهادف ومبرمج حتى نحارب ما هو سلبي في الواقع، وحتى نعطي القيمة للإبداع والثقافة الجديد والكرامة للمبدع والمبدعة في كل ربوع الوطن وعند الإنسانية جماعة. هذه الشهادات ستكون باقتراحكم عفوية بمساهمتكم، لن أجعل ترتيب للأسماء، سأعطي الكلمة لكل حاضر وحاضرة هنا على أساس أن لا نطيل في هذه الشهادة والكلمة الاحتفائية حتى يسعفنا الوقت لإنهاء هذه الأمسية في الوقت المناسب. وشكرا جزيلا. سي مصطفى بليسي حاضر معنا، كلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة سعادتي كبيرة أن أكون إلى جانب هذه الأيقونة الإبداعية سي محمد إدراغ. فحقيقة أن هذا الرجل حسن صنعا حينما تم الالتفات إليه. فأحوجنا لاستحضار مجهود هذا العامل في المجال والحافر في المجال الأدبي لسنوات ذوات العدد، وهو يواصل وطاءه الصرف في مجالي النقد والقصد. فيما يتعلق بي، هناك الكثير من الأوراق النقدية الكثيرة والغزيرة والتي تحتاج إلى اجتهاد في محمد إدراغ وصحبه لكي تجمع وتبوب وتنشر. بالإضافة إلى هذا، هناك ما يتميز به في محمد إدراغ في كتابته القصصية الماهزة على شتى المستويات. والحديث هنا قد يطول، وقد أحتاج إلى ورقة متكاملة قد تأخذ وقتا مستفيضا، ولكنني أشير إلى بعض رؤوس الأقلام فحسب. فمحمد إدراغ في كتاباته العميقة يجمع بين خاصيتين: خاصية اللغة التراثية المعتقة، خاصية اللغة التراثية المعتقة إلى جانب التجديد، وأيضا إلى البحث عن أسلوب خاص وإيقاع خاص في لغته وفي سردياته. فهو في كسكس الجمعة، كذلك في رحلة الشتاء والصيف، نجد نصوصا قصصية تمتح من واقعها. وحينما أقول من الواقع، فقصنا هنا ينطلق كناقد، لا أقصد كناقد أدبي، ولكن ناقد لظواهر اجتماعية مختلفة ومتبينة. نجد من النقد ما يتعلق بمرارة الحياة اليومية، حيث أننا نجد أن فضاء المقهى قد نجده في أكثر من مناسبة، فضلا على أننا نجد نقد الفساد الاجتماعي، نقد ظواهر الفساد
ظواهر العرف، أولا نقد ظاهرة الشيخات، ظاهرة الفساد في شتى المستويات. فضلا عن هذا هو روحه المرحة واستعماله لأسلوب السخرية، السخرية المرة، ولكن السخرية التي تأتي بشكل مرح وبشكل سلسل من خلال مجمل قصصه، فضلا على أنه يهتم بتأملات ذات طابع وجداني كتأمله في الفراغ فيما يتعلق بالقصة الأولى، كذلك أنه أيضا له محكيات تنتسب إلى مرويات أو محكيات الطفولة. إذن كذلك حضور الحيوان، وهو يعتمد هنا في قصة الحيوان على تلك المتتاليات الشجرية، تلك المتتاليات الشجرية التي يعمل على استحضارها في عملية في عمل القصص. قبل هذا وذاك أريد أن أقول هنا الشكر موصول لصالون الدكدوك الثقافي، هذا الصالون الذي يراكب تجربة ثقافية أدبية اجتماعية، ما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات الحميمية، حيث التواصل وحيث السؤال وحيث اللقاء بين المثقفين في هذه الرقعة الجغرافية. وما أحوج مكناسة إلى مثل هذه المبادرات، وهي تعيش نوعا ما من جفاف ثقافي نتمنى أن يطول وأن تدخله الخصوبة الإبداعية واللقاءات مثل هذه في المستقبل القادم إن شاء الله. بالإضافة إلى هذا، وهو ما أحوج المبدع إلى حاجة إلى الاعتراف أن أسمى وأثمن ما يربو أو يتبناه المبدع هو ذلك الاعتراف، الاعتراف بعرق إبداعه، أن يعترف بعرق إبداعه وعطائه في المجتمع. فمبدعنا مبدع أصيل بكل المستويات، وهو بالإضافة إلى هذا ناقد، لهذا أصر ثانية على أن يتم جمع تلك الأوراق التي كتبت منذ ما يقارب ويناهز 4 عقود من الزمن، فما أحوجنا لهذه الأوراق النقدية لكي تنير لنا الكثير من النصوص والكثير من اللحظات الجمالية التي عاشها. بالإضافة إلى هذا أريد أن أشير في هذه المجموعة، فهناك كما أسلفت نوع من التجريب، التجريب القصصي، فأسلوبه في القص يعني خاص، له تلك البصمة الخاصة وله تلك الروح المرحة وله تلك النزوع إلى السخرية المرة، ولكن تبقى دائما هادفة. هذه الرحلة في مجموعة القصصية رحلة الشتاء والصيف، وربما مستنبطة من القرآن الكريم اللفظ هذا وهذا التعبير، أن هناك رحلة حقيقة، رحلة قصصية في على جميع المستويات. هنا نجد سؤال القصة وسؤال المعنى، إلى أي نزوع أو إلى أي منطقة تنزع هذا النوع من القص وهذا النوع من في مدونة في محمد أدرغاء، أين نجد هذا الاتساع العميق في النقد؟ أنا أصر على كلمة ناقد لظواهر اجتماعية لكن بأسلوب ساخر وهادف، أن السخرية عنده كذلك مبضع جراح الذي يعالج والذي يقوم والذي يسعى إلى ما هو أجمل ولما هو أحسن. هذه من الملاحظات الأساسية التي أريد، فهو ينتقد في قصصه على مظاهر المجتمعية كقاتم بكارة، كقصة في قصة أحمر على أبيض مثلا، ثم أنه أيضا كما قلت الفساد في لحوم في المزاد العلني، بالإضافة إلى
فضاء المقهى كما أسلف يحتل موقع أكثر من النص. في أيضا الزبور رقم جوج، هذه القصة تكاد أن تختزل معاناة رجل بسيط موظف مدمن على المقهى، على ما ينتبه من هواجس، على ما يتبه من قلق على وجوده، على ما يتبه من نزوعه مختلف. إذن كما تشير لي الورقة، عما تتجلى في المجموعة روح النقد للدوائر الاجتماعية إلى آخره. فالقص عند محمد إدراغا في كثير من الأحيان يخضع إلى ما يسمى باللغة السينمائية، إلى المونتاج، إلى التقاطيع، إلى مجموعة من الصور التي يتم تركيبها. أنا في أين أقول أن العملية التجريبية أنه يعطينا كثير من المشاهد ومن المناظر المختلفة لكي يركب ويولف بين مجموعة من القضايا الفنية والجمالية. إذا باختصار شديد هو أنني أجد في صديقي المبدع محمد إدراغا طاقة إبداعية كبيرة لم تأخذ حقها بعد على مجال في مستوى النشر ولمستوى إعادة النظر في كتابته النقدية، وإعادة أيضا أنا أقترح اقتراحين. الاقتراح الأول أن تجمع مدونته القصصية في كتاب خاص، ثم من جهة أخرى الأوراق النقدية لهذه المناسبة وما سبقها أن تجمع وأن تطبع على شكل كتاب، لأن الكثير من الأنشطة الوازنة والقوية تذهب هدرا إذا لم يتم تبويبها وترشيفها يعني ترشيفها رقميا وكذلك ورقيا. وشكرا لكم إن كنت قد أطلت. شكرا مصطفى. طبعا كما تعلمون الوقت لا يرحم، لهذا نحد من المشاهدات والمداخلات. عندنا أسماء بعيدة جاءت من مدن أخرى، نراعي الوقت حتى إذا كان الوقت يزاحمها لكي يكون لها الكلمة. تأتي من مدينة بعيدة من مراكش تأتي الأخرى. أعطي الكلمة أستاذة شاعرة ليلى الهجامي مدينة سيدي قاسم، ثم أستاذة سمير. هذا تهضر بها 4 دقائق. تحية يطيب شداها أيها الحضور الكريم، سعيدة جدا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية يطيب شداها أيها الحضور الكريم، سعيدة جدا بتواجدي معكم. الحمد لله اليوم كتجمعنا خيوط المحبة، خيوط الشوق وخيوط الإبداع، وهذا ماشي غريب على المغاربة اللي القلب ديالهم كله أحاسيس وكله كيشتاق لهذه اللمة الجميلة. وكنشكروا العملاقة على صحة الألم والربان ديالها قائد السفينة سيدي عبد الله دكدوك اللي جمعنا على هذه المائدة وعلى هذا الحب وعلى هذا النضال اللي احنا كنعيشوه في وقت وفي زمن تضيق فيه كل المنابر. هذه ساعة مباركة سعيدة، وكنقدم أجمل التهاني، وراني عييت ما نفكر باش نجيب شي هدية اللي يستاهلها ويستحقها الأستاذ ديالنا سيدي إدراغا سيدي محمد مربي الأجيال اللي كان دائما هو لو كنت نتم السلطة مدينة ولاية الزرغون ورب الأجيال، كان قدوة، كان دائما الدعابة والانشراء تواصل، كان صديق ورفيق قبل ما يكون الأستاذ. واليوم احنا كنوقفوا على الإذاعات ديالو اللي كتشرف، وعلى ما يمكن نقدم إلا طبق كبير لأن قلبي ما كيعرف غير الحب، وهذا هو التسامح. وأنا سعيدة جدا باش يكون
هذه الاضاءه هذه وهذه الاشراقه اللي ربي وهبنا في هذه الامسيه هذه. كنشكروا سيدي عبد الله، كنشكر جميع الحضور والصحافه والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. سعيدة أن أكون بين الحاضرين وأن أحظى بهذه الكلمة، كلمة حق. ما عسى أقول في رجل تفرد وتعدد، ما عساي أقول في معلم الأجيال، ما عساي أقول في الرجل الصموت مبدعا والمشاكس نقدا والأبي كلما وجدناه وكلما أردناه وجدناه. مسار حافل ما أذكر فيه إلا الخير. الكل منا يبحث عن سي محمد إدرغا حتى يحظى بقراءة نقدية رصينة في مستوى عمل روائي أو قصصي أو شعري أو تقديم أمسية، لأن تقديم الأماسي ملكة لا يمتلكها إلا مثل وأمثال سي محمد إدرغا وهم قلة. ما عسى أقول في رجل لا ينتظر شيئا من أحد، تراه يتسلل إلى المنصة يؤدي دوره ثم يغادر في صمت دون أن يعلم أحدا. كنقلبوا على سي محمد إدرغا وكنلقاو مشى لأنه لا ينتظر جزاء ولا شكورا، وهذه كلمة حق اليوم قبل عليا لأنه يستحق الكثير. أن نلتفت لسي محمد إدرغا فهذا عمل جميل من عبد الله كلوك الأخ والصديق في هذه اللمة الثقافية. أن نكون ها هنا اليوم يعني نجتمع على الخير ونجتمع على المحبة، فهذا أيضا جمال الأرواح وجمال المحبة التي نتمناها أن تدوم. حبذا لو نلتفت لبعضنا البعض ونحن بصحة جيدة ونحن نحتاج لبعضنا، يعني هذا ما هو مضمون فيك عبد الله دكدوك. شكرا لأنك سباق إلى الخير دائما، والتفت إلى هذا الرجل الذي كنت تعدد فتفرد. أعمال كثيرة، عمل جميل. سبقني الأخ مصطفى قليتي فيما طلب، لأنه ليس من حقك أن تحتفظ بما كتبت من قراءة نقدية، هو من حقنا جميعا، وسنبادر جميعا لأن نحتفي به بما يليق. ما بغينا والو، بغينا نسخة قلال، نحتفي باسمك في خزانتنا، نحتفي بك في ديورنا كما يليق. وأعتذر إن أطلت، فهنيئا لك بهذا التكريم، والله يطول عمرك ونشوفك في مقامات أخرى وفي إبداعات أخرى. مازال محتاجين صوتك الإبداعي. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله. تحيه طيبه. اشكر صاحب هذا الفضاء البديع وكذلك استاذ السي عبد الله كسوف. انا اولا اللي غريب هو انني اريد ان اتحدث هذه الشهاده عن السي محمد إدرغا، ولكني غادي نلقى راسي نتحدث على تجربتي الشعريه، لانها الاولى
الاستاذ سي محمد إدرغا وهذا لا يعرفه لا يعلمه، ما كانش تكلم على جريده الشعريه الان. فهو انا طبعت ديوان شعري في 1988 بعنوان جرح في القلب وشرح في الذاكره، ونسيته وانقطعت عن عالم الشعر بحيث انني صمت على الشعر لاعتبارات كثيره تمت بالنقد، الملحون او الشعر الحساني والشعر النبطي وغيره. ثم مشات 30 سنه على انطلاق به. هذا قبل هذه 30 سنه، هذا 30 سنه قبل 2018 يعني من 1988 طبعت الديوان الاول واليتيم. تلاقيت السي محمد إدراك 2018 30 سنه، في هذه 30 سنه هذا المشهد الاول هو القاني مرميا في الجوطيه هذاك الديوان. وحتى فادي ذلك الديوان هو وكذلك مع اذكر السي محمد يحيى القاسمي، هذا اللي احتفوا بهذاك الديوان، ولهذا هو الصياد الماهر. هذا المشهد. المشهد الثاني انه البحر الزاحر، لان كان صديق ديالي في الخدمه اللي هو السي حسن المياح ويعرفه جيدا هو من الرخيصه، قال لي راه عندنا واحد السيد محترم بغيت تقرا لنا الشعر، وانا راني حاط السلاح الا كتبت شي حاجه كنرميها، لا افكر في كتابه الشعر، تبي كتبتها كنرميها. لهذا الاعتبار اللي قلت لكم مشيت قلت له صافي غادي نمشي ندير البركه. وكان الاستاذ اللي ولد بالبلده اللي هو السي احمد بلبول دار لي واحد الفيديو دايزو الكلام، هو اللي فرحت به بحيث ان في 2018 كانت انطلاقه جديده، فرحت بذاك الفيديو بمعنى ان السي محمد إدرغا هو من اعادني الى عالمي. بعد صيام داز يعني مرت 30 سنه وقبل ما نمشي له بقيت كنت مع الاستاذه ديال الحفله كنا نتمو في الزجاج في اطار واحد المجموعه في الواتساب. على كل التقيت في مهرجان دغيتا في 2018 خيره الشعراء اللي كاينين هناك، بعد تقريبا معظمهم جول الشعراء لقيتهم تما، وهذا فتح بالنسبه لي. كنت فجأة انا في الكلاس وما كنعرف حتى واحد، يعني خسر مني الاعتبارات كامله. ولهذا انني من 2018 وانا كنكتب الى تقريبا اربعه ولا خمسه دواوين عندي تقريبا مطبوعه ولكن موجوده تقريبا ما يقارب اربع او خمس دواوين من 2018 الان. ولهذا غادي نكتب له قصيده واحده منعها جلاها سي محمد إدرغا، انا عندي قصيده اخرى. إدرغا محمد هذا الاغر، إدرغا محمد هذا الاغر، اطل كبدر يسر النظر، فأهلا وسهلا به مرحبا، هو المبتدا دائما والخبر، عفيف شريف حصيف، فما تقدم إلا يقينا بعض، وأما إذا ما تكلم أنصت، هو المكنز الطر غالي الدرر، دخيسة قد سكنته صغيرا، وها هي تاج له في الكبار، لها عشقه صادق لا يضاهى، فيا سعدها بالوفي الأبر، أصيل جليل بأخلاقه، لكل نبيل تراه ابتدر، إذا أن تجالسته لحظة فما لك من حبه من مفر، ولا عيب فيه سوى أنه عنيد شديد إذا ما انفجر، ولكنه ورضة في اندفاق زكي به الفوح أن حضر. السلام عليكم. ولكن عندك ديك القصيدة والله إلا كنقطع تكتب شي خط عربي ودار في واحد الطابلو باش
بغى يقطع حوايجو، علاش ما جاش؟ علاش ما جاش؟ هذا هو عاد تعليل شديد إلى ما انفجر. لا خفني، بسم الله الرحمن الرحيم. كسو يا سي محمد راه أستاذ، أين العصا سي محمد؟ يبدو أن الأستاذ إدرغا يحمل هما ثقيلا متمثلا في حال الحرب بين الوعي والجهل. هل ستشفع لك ابتسامتك الطفولية البريئة وقد أسقطتك الشيخة التي أقاسمك كرهها بالكون؟ وكذلك ما كذلك كان ما بين محمود العقاد وتحية كاريوكا، والتاريخ يشهد على ذلك. فالجماهير يا سي محمد غافلة تتمايل مع ترددات ريزونت مانيتيك، ترددات جسدية للشيخة، أو غارقة في سبات أطول من سبات الظهر. ولكن أبشر يا سي محمد، فأنت تكتب للتاريخ، ومهما يطول الظلام فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للفجر أن ينبلج. وتحياتي. شكرا. بعد السلام والمحيا لأساتذتي الكرام، سأخوض إلى حد ما في قراءة هذا الكتاب. الكاتب عبر عن الوطنية بالدار، وعبر عن المقاومة في الحجر. قرأت الكتاب ووجدت فيه الكثير من الغرض من المسائل الدقيقة العظيمة جدا، ولكن اخترت أنا بالمناسبة فلسطين واليهود أولا سأتكلم عن الطار. باسمي لا يباع ولو هرمه، لأنه لولب في نعش الوطن مصطفى، وحقنة هذا الاحتضار هي الحصان على الدار وعدم الشرعيه. ثانيا الدار نجم ساطع في جسم الوطن، صفحة 73 سطر 11. البيت ممنوع من الصرف، وهذه الكلمة تقال في النحو، واستعارها هو لفلسطين أن لا تباع، والبائع سيندم، والمنفع ولا ينفعه الندم، بل سيصبح كالديك الذي يبكي جثمه بصياح لا ينقطع. صفحة 73 سطر 4 في آخر صفحة. وهذا تشبيه فني واقعي وجداني، وربما هاج الكاتب بمثل هذه المشاكل. وقد سألت عن هذا لما وضعته في إطار علم النفس. القرية ثانيا العدو يمنع التجمعات، وقد عبر الكاتب عن هذا بتعبير فني غريب، وأصبحت القرية كأنها التهمت سكانها. كلمات التهمت، اليهود كانوا كيجيب العرب الدار كتسوى 10 دريال كيقول له 100 دريال، واش كيتهموا الأرض سكانها. صفحة 74 سطر 3 في آخر صفحة.
لا يوجد عند الوطنيين سلاح، وإن وجد فإنه قديم بالنسبة للسلاح الموجود عند اليهود. يقول الكاتب: وكان أبو شنب ينظف بندقيته بقطرات من الزيت رغبة في إزالة صدعها لأنها كانت مقروءة في الجبن. سأنتقل إلى الحجار، هذا بسرعة شديدة. الحجار سلاح المقاومة في يد الأطفال. باع أبو شنب كل شيء يملكه ليطعم أولاده، باع إلا داره لم يبيعه، بل باع حتى فرسه ليطعم أولاده، ولكن إن باعه فإن الندم لا ينفع. تسلقت أم الأطفال خفية إلى السطح، لما سمعت أصوات أطفال اندهشت لما رأت كل طفل جالس وبجانبه كومة حجار وأصابعه تتحسس أحجامها وثقلها. صفحة 75. بل سمعت الأطفال يستحلفون الأحجار بحق عرى الصداقة. فهنا أردوا على مستوى المفرد لو كان لزاتي بعرى الصداقة، لو كان حبذر، لو كان الكاتب لعرى الأمومة والدم والأخوة واحتضان الأمور لعرفات الأشياء كان أفضل، لأن الصدقة كتغير بين عزيزية وتضعها. في صحابي 75. ونجد الكاتب كأنه يزرع هنا الحياة، تخبرنا بقيم الإنسان في المنطقة، والذي سمى واسم المنطقة بحثت كثيرا عن اسمها ولكنني لم أجد جوابا. أبو شنب طالب الأمة أن تترك الأطفال، لما قالت لهم إنهم صغار فأجابها: سيصبحون رجالا الآن. هذا كأنه يقول الكاتب: المقاومة لا تخلو بل تنتقل من جيل إلى جيل إلى أن تحرر الوطن. وهناك ولكن مفر لضيق الوقت، كيف تكونت دولة إسرائيل؟ وأنا أتكلم من التاريخ السياسي ومن القانون السياسي وباللغة العربية. دولة إسرائيل تكونت أثناء الحرب العالمية. كيف هذا؟ اليهود بقوا كيجيوا كيشتروا الأراضي، والدولة التركية مع ألمانيا اللي انهزمت في الحبس غرب هذا الوقت. واحد العالم ظهر واحد العالم اسمه دكتور ميزمان، وأعلن أنه اكتشف نوعا من السلاح. دولة تركيا مع ألمانيا قالوا أن إسرائيل نعطيكم المكان فنجروا الدولة ديالكم. المخابرات البريطانية قالت الدكتور ويلسمان خديني السير لإنتاج هذا السلاح ونعطيك المكان اللي فيه الأمكنة للعبادة ديالكم. وهنا ظهر واحد بالطول، ومع الأسف الشديد أنني لن أرغي. كلمة السادة خديجة صغار، عندنا كلمات شهادات السي مديح حاضر معنا من لازم الساب لافراجي الساد الصوف، وكلمة أخيرة السي حسن بيس. كلمات تبقى عندنا
باش نعطيو الكلمه لسي محمد إدرغا نديرو السيمفوني عاد نجيبو عيسى راه عاد ليش صار وأولا مرة أخرى كان عندي الأستاذ درغا وسمحوا لي بزاف وجدت كلمة أنا بغيت تهنئة الأستاذ والشكر للأستاذ الدكتور لاباس عليك نشوفوا بس ألف مبروك عليك سي درغا وتهانينا بقلبية حارة والسلام عليكم الإخوان والأحبة الروح الرياضية كبيرة شكرا سي نور الدين اسمح لي لأن الإخوان قالوا لي ما عرفش شكون اللي في اللائحة طيب غادي نتكلم بالدارجة شكون عندي طيب سي محمد الصديق العزيز الكاتب الكبير أنا كنعتبرو هو الكعبة ديال مكانسة اللي ملي كان بغيو نطوفو على كنطوفو على السي محمد وكنتواصلو معاه صديق عزيز وفي الصداقة ملي كتكون كبيرة بين شخصين بطبيعة الحال كتكون تقارب كبير كتكون واحد الحميمية كتكون أشياء كثيرة جدا لهذا مثلا نتكلم على السي محمد إدرغا الإنسان والكاتب ثم المجموعة القصصية إذا سمحتوا ثلاثة ديال المحاور غادي نحاول كلمتين أولا السي محمد الإنسان نهار تعرفت معاه تعرفنا في واحد اللقاء أدبي كان عندنا في المركز الجهوي للمهام التربية والتكوين والسي محمد أنا ذاك جا أول مرة غادي نتلاقى غادي يكون العمل ديالي الأول الشعري بعدين توثقت العلاقة بيننا وتوثقت أواصر الصداقة أكثر لكن فيما بعد جلسات المقاهي فيما كنا نسميه وما زلنا نسميه شوية ديال النميمة الأدبية أنا عرفت بأن السي محمد اللي كنا في الكلية ديال دار المعز كان قريبا مني وكنت قريبا منه دون أن نتعرف حيت جبدنا واحد الأعداد كان عرسنا تقريبا بزاف ولكن وقت لا كان عرفنا كما يقولوا الفرنسيين أون إتي كوت أ كوت سون سكونة بلا ما نتعرف من بعد جبدنا أشياء وعطاني معطيات شخصية عطاني مجموعة من المعطيات الشخصية ديالو من عرفني أنا مجدى قال لي غنقول لك واحد السر كيف قال لي راك غادي نتناسب معاكم مجدى كان عنده طالبة قال هذا ذاك الوقت باش بدا اليوم كانت العلاقات وكان الانفتاح كان كان عنده انا غادي نفتحوا لان ما كانش لي غادي يوصل الخبر للسيد دابا الله اسمع كان كيفتح عيبان الله دابا الفتح ومشى حتى لوجدة وتواصل مع العائله ديالهم ولكن ما حدث فيما بعد ما نعرف انه تزوج من مكناس للاسف يمكن فيما بعد كاين اشياء كثيره تجمعوا قام بتقديم ديواني مسابقة في الفضاء ياك مسابقة الفضاء بالمناسبة أنا أحتج وبشدة لأن بلغني بأن الهدية اللي جابها السي درغا السي الزراني مخبي وخا الهدية اللي جابها هي اللوحة اللوحة التي رسمها السي الزراني وزينت غير ديوان الثاني مسابقة في الفضاء قول لا ما قرش طيب المسألة الثانية حول محمد الكاتب أنا أعرف بأن عنده ما يزيد على 20 مصنف أو لا شيء مخطوطة أو مخطوطة 25 هو يقر بها وصل لها الآن جوج عنده 25 فيها روايات فيها نقديات فيها مقالات مشتهرة ولكن للأسف لم ينشر وهذا يذكرنا بالكاتب الألماني نشر هو برلين اللي ما كانش كينشر
احتمال على القوية كتب ديالو ونشروه. أنا ما بس محمد تيموت عاد نشروه كتب ديالو ونقرأه في الحياة وندروا له بحال هذه اللقاءات هذه ونتقدوه. يا كاسي المستوصف سي حسن طيب المستوى الثالثة باش ما نطولش حول الكتاب. الكتاب المجموعة القصصية عندي معها شي بعض العلاقات طبعا الأحايين اللي كان فيها بالنسبة لي حضور وغياب. اللحظة اللي كان فيها عندي حضور وغياب الأولى هي أن السي محمد قال لك كلمة نضعها على الغلاف الخارجي للمجموعة وهي في طريق النشر وهي مجموعة. فعلا كتبت كلمة وجيزة وتم تأكيد وضعها في الغلاف ولكن أخذنا حسب ما عرف السي محمد أنها سقطت حل الطريق أو في عند الناشر أو عند الذين نشروا هذا الكتاب الكبير. المسألة الثانية أنني اشتغلت عليه ترجمة للفرنسية ولكن ترجمتي أنا بطيئة. واحد الناس محمد قال لي قال لي فين وصلتي قلت له درنا عاد يلا ضرب جوج قال لي السيري درا كمال سيدنا كملت يعني الله شو هذي سيدنا كملت أنا راس عبير سميتو المسناوي راه كبر ترجمت له العمل ديالو 5 سنين. هذه مسألة ثانية. ثم ديك المجمع القصصية راه عنده واحد القصة صغيرة جدا راه تحكيت بالنسبة لي هذه القصة من حيث جماليتها وروعتها أنها ربما كانت هي اللي خصها تكون عنوان المجموعة. أمسك العنوان الأطفال اللي كيلعبوا في الجدول والجين وكذا العجين قسما بالله هذه القصة قصيرة جدا ولكن رائعة تستحق هي تكون هي حامية للقصة لأن هذا الشتاء والصيف كلها شوية كما قال الأستاذ الفاضل أنها نوع من الاستنساخ للقرآن الكريم مش العكسي. شكرا. منتج كلام على اللي قالوا بالشخصيات والكتاب هذا واحد زجاجية ذو عنوان تكريم محمد أدرها تخيصة كانت بضراب الحكمة والمعرفة البتات مكناش تمخات شجرة العلم باحت وتمرات حياة محمد أدرها تواضع بصفة والمحبة زهرات تمارها غرسات بدرات زهرات بسم الأداء العلات برع في القصة القصيرة والنقد بشلة تقنية ومهارات رحلات الصيف والشتاء مثل بسيط بفيد النجاحات بحكمته سية توقيعات وندوات برز والمداخلات صحابي بالفطرة أدي بتجربة مشهود ليه الكفاءات وجهته مقصودة يناقش يحل بين السطور والكلمات بيتهم كتبت عرباني فوح بالواع الفن والثقافات تكريموا اليوم تكريموا واجب لما قدموه الأدب من جليل الخدمات تكريم واجب لما قدموا الأداة من جديد الخدمات لا تسميع نانفاق غني عن كل تعريف ومجاملات سفينة دكدوك حطت الرحال عن شامخ عالي الهامات حنا اليوم ضيوف عنده نالوا من عطرو الطواح نفحات شكرا.
الإنسان. السلام عليكم. تحية الحضور الكريم. استفتح مع الصلاة. شكرا. تحية الحضور الكريم في هذا الحفل التليج. شكرا على الدعوة. وسعيد أن أكون بين الدورات ليكون في هذا الصرم الجميل. سي محمد إدرغا عرفته منذ بضع سنين. الإنسان الشامخ في بساطته والمبدع والتلقائية والعفوية اللي كان عفو عليه يعني شيء كثير يقال معنا. سي محمد هو اللي مع مجموعة ديال الإخوة نهار كنا التجربة على الكتابة الإبداعية في ما يقال بالتجربة الشعرية كان المشجعين ودار واحد تقديم جميل ورائق ديوان اللي هو مشروع ومرت عليه سنين 2017 فاش دار التقديم ديالو وأنا كما قال سميتو بطيء ولا استعجل الباكورة أو قطف الثمار هكذا قبل يعني تنطرق الكتابة الوقت اللي كتجي كتخدم عليها الوقت اللي كتغيب عليك راه كتخليها. عبد الرحيم هو اللي ترجم العمل إلى اللغة الألمانية باش نكونوا هذا الثاني الشرف الثاني هو أنه بدات يونغا ثانوية باش الألمانية هكذا فقال ترجم قلت لا أنا بمترجم اسمه محمد كيس عليا ترجمة اللغة المستعصية إلى لغتك المستعصية راه ماشي سهلة ولكن أني لقيت فيه هذاك الإنسان المحرم دخل التجربة شنو خاصة أنت دخل التجربة دخلنا لها وبدينا الحمد لله تنقحوا النص شوية بشوية وخا كاين تنتوقف ونرجع نظر لكراعة الأعمال وكراعة بزاف ديال الحوايج كتخلينا ما نحضروش مع الوجوه الجميلة المبدعة في المناسبات المتعددة ولكن في هذاك الحس الإبداعي فباش ما نطولش عليكم هو تحية للسي محمد تحية لقلمه وإرائه وتحية له كإنسان حمل هم الفصل وهم الدرس كما حملناه فتقاعد قبلنا بضع سنين ثم تقاعدنا وحلنا للمعاش ولكن أنا من باب خاص في الديوان ديالي هو نهائي في فئة ديال رجال التعليم الذين يعني مشوارهم يعني زاخر بهواجس و يعني عواطف جميلة فكانت لهم تحية وهذا النص بعنوان حييت من حييت من قلم تقادم حبره من قلم تقادم حبره من ورد على ضفاف درس يفوح شناء حييت من عيون جلست في الصف حييت من الضاد ومن طيف الأبجديات حييت من همس المساءات من شموع في آخر الفصل دمعها بالوفاء يروي فسيلة عهدك الآتي يا صاحي هو عهد ندي هو عهد ندي هو عهد ندي وليس خريف الأعمار بعد ستين بالسعد يلقاك بالشهد بالبركات معنا كلمة ديال السعد علي سي جامع مرزوقي وسي حسن بيسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد سبق لي أن أنجزت هذه القصيدة في بضع أيام قصيرة هي بهذه المناسبة يعني المناسبة حتى شرفت بهذا الفن هذا الحضور الكريم أحبت لي أجمع فيها ترحيب بهذا الحضور الكريم للتكريم ديال الأستاذ والصالون ديال الأستاذ شكرا
أهلا وسهلا بكم، شرفتم الحضور. أهلا يا وجوه الخير، يا وجوه المبشور، زدتمونا فرحا وبهجة، زدتمونا سرورا، شرفتم بالحضور شعاعكم نورا. زيارتكم لنا أبهى وأرقى، زيارتكم لنا أبهى وأرقى ظهورا. لبيتم الدعوة وأجبتم، فلكم ألف شكورا. فلكم بالمثل نصدق ولكم ظهورا. ولكم نقدم كؤوس الشاي، ولكم نقدم كؤوس الحليب والتمور. فتكريم الأستاذ الخاص الفيبليوغرافي محمد إدرها سيبقى مسطورا على صفحة على الدولة للأستاذ عبد الله الدبون دائما مذكورا للأجيال القادمة منبعا للمعرفة وأجمل عطاء ومنصورا. كما أتقدم بالشكر للسيد علي الزهري الذي منحنا هذه القاعة، فهي قصر ضمن القصور. جعل الله أعمالكم يا أستاذ نورا ثم نورا، وسير لكم بأعمالكم مدى الأمور، وضاعف لكم الحسنات وضاعف القصور، وأبعد عنكم كل المصائب. شهادة في حقي، ولكن فضلك يرجع بالدرجة الأولى للسي جمال المرزوقي، وضع حقا أسمي هنا، لأنه ما يمكنش نحضروا الاحتفالية دون أن ندلي بشهادة في حقه. وأتمنى أن أكون في مقام هذه الشهادة، اللي ممكن هي شهادة غتكون فيها شوية المرح، بعيدا على 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 داك التقليد وداك اللغة الخشبية. سي محمد إدراها، سي محمد إدراها عرفته تقريبا منذ 2000 جوج على ما أظن، باش ما نكبرش راسي ونعتبر نفسي انا كبير في المعرفه ديالي، انا باقي صغير عليه. عرفته في 2002 لما كان السي محمد إدراها فعلا هو شعله تحترق، فعلا تحترق من اجل ان تضيء الاخرين. عرفته وهو ذلك المتقر وذلك الناقد الذي يضرب له أكثر من 1000 حساب. ما غاديش نقول لك شيء يتقال عليه من طرف بعض الإخوة والأخوات أنه عنيد إلى آخره، ولكن في قلبه شيء من جمال، في قلبه شيء من جمال. وعلاقتي أنا شخصيا بالشعر كانت هي علاقة ربما كنت كن سعداء بهذا اللقاء، هذا الرجل اللي كل ما تعرفنا عليه كل ما تزيد يكبر في عينينا. اولا كانسان كمربي، ان علاقتنا به احنا ولاد مولاي ادريس كنعرفوا انا شخصيا كاستاذ عندنا اعداديه، هو السي رضا ابراهيم والسي عبد الله السعيدي. وبالنسبه للسي محمد إدراها رغم هادشي اللي قال السي إدريس الرواح، ولكن انا عندي فيرسيون اخرى، ان واخا كان تيقول راه كيتقلق هذا، ولكن بالعكس عاوتاني حنا كان تيتواصل معنا. انا ما كنتش كنقرا عنده اللغه العربيه، ولكن كنا مصاحبين معاه، ولا عندنا شي صعوبه في شي حاجه تنعطيوها له تيساعدنا. وعندي عاوتاني واحد فكره اخرى، وهو ان الكلام ديالو صبحوا مبدعين. وكان نبلغ لك التحيه ديال السي محمد عويدات اللي تا هو تبارك الله ولا اديب الى اخره، محمد بن لمو الى اخره. هنا غادي يطول الكلام. انا شخصيا قرات الاعمال ديالو القصصيه من الزاويه النقديه،
واكتشفت بانني خصني نزيد نتعرف عليه اكثر. ودابا رانا معاه تقريبا درت معاه واحد ثلاثه ديال اربعه الجلسات، مازال واحد الجلسه وكنجيب العده ديالي بالاسئله والى اخره، واكتشفت فيه واحد المجموعه ديال الاشياء. علاش؟ لانني لقيت بان السي جميل حمداوي ذكروا الانطولوجيا ديال القصه القصيره في المغرب، ووضعوا مع اسماء كبيره بحال السي عبد الحميد الغرباوي مع السي زفزاف مع واحد العداد، واحد العداد ديال، وهذا جعلني انني تريت وانني نولي ندير مع واحد المجموعه ديال الاسئله. انا بديت القراءه ديالي المشروع ديالو الابداعي وعطيت هذا العنوان من رحله الاسئله الى اسئله الرحله في المجموعه القصصيه رحله الصيف والشتاء وكسكس الجمعه للقاص المبدع والناقد البارع محمد إدارة. وانا كنشتغل على هذا التيمة هذه، ولاحظت بان هناك من يظن بان كسكس الجمعه لانها هي سابقه على رحله الصيف والشتاء تكرر المجموعه القصصيه الصيف، وهذا لا، فهما يتكاملان. هذه النتيجه الاولى اللي خرجت بها، وغادي ندافع عليها كفرضيه، وغادي نتبتها ان شاء الله نهايه هذه القراءه باش ما نطولش. تنشكر السي محمد. نعم. وراك مازال ما خديت حقك. شكرا. قبل الكلمة ديال السمح كاين واحد الكلمة شكر للشاعر محمد بن مو اللي قام بواحد المجهود ديال التغطية الإعلامية ومواكبة حبا للثقافة وحبا للناقد والمبدع والأستاذ محمد عبرها. يعني هذا اللقاء كان عنده واحد إشعاع إعلامي كبير، ونتمناو الاستمرار ديال هذا الإشعاع لجميع الطاقات الإبداعية بمدينة مكناس وبلدنا المغربية. تفضل أستاذ. عفاكم ما طولوش باش نلعبو الوقت، بدا عندنا كلمة السي محمد. السي محمد وحاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السادة الحاضرين الأساتذة ودكاترة وكذلك المثقفين. نشكر السي أستاذنا محمد القرعة على هذا اللقاء الشيق. تشكر السي عبد الرزاق. السي بوحاشي ناقص ستة. نظرا للأساتذة الحاضرين غادي نقدمكم قصيدة العلم والنور. لكن كاين الحكام القاسي
بركة كبيرة. سي حسن بيسي غادي يكون هو اللي غادي يختم هاد الشهادات تفضل باش نتقاسم تينا ديك البركة مع الإخوان. الصديق العزيز والشاعر والأديب أنيق. والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. ما تخافش انا ما غاديش ندير خطبة سي محمد في دارها الرضا والنور. سي محمد في دارها البهاء المنصور. رجل إذا تحدث أمتع وإذا كتب أبدع. طيب الأخلاق حميد السجايا. دمس الطباع شفاف كالمرايا. أهل للإكبار والتوقير. لا توفي حقه كل كلمة التكبير. شيمته أنه إذا رضي انشرح وابتسم، وإذا غضب انفجر وما كتم. بطاح الدخيسة الوارفة منشأه، وشط وسلام مرفأ. أديب لامع وكاتب باذر. يراع الكتابة في يده بوح صراح. وإزميل النقد بين أنامله كأنه مبضع جراح. محمد إدارغا تتزاحم آيات التوقير والإجلال لتنظم عقدا من العرفان لا يستحقه إلا رجل بقيمته وحضوره. انتسب إلى أشرف مهنة تنشئ وتربي الأجيال، وعلى ضفاف الكتابة حط الرحال. يجيد في الفصيح ويمتع في الرواية ويسهب في الخيال. شامخ كالنخلة يعطي بلا حدود. يأثر بسحره الصامت وبالمحبة يجود. محمد إداغا يد سخية ونفس أبية. شهادتي لا تزيده شهرة ولا تكسبه سمعة، فهو الباحث المحقق والناقد الرائع والمتخلق الوقور المتواضع. الحديث عنه لا يستقيم بمعزل عن كوكبة من نجوم الإبداع للشعر والفن والأدب بالعاصمة الإسماعيلية مكناسة الزيتون. كان لنا ولا يزال شرف صحبته. هذا الرجل عالم بعلم الجمال، يطرز الحرف ويدبج المقال،
تمكن من أن يتم اختياراته الإبداعية بميسم الرصانة والالتزام والالتزام، فتعاطى مع مضامين اجتماعية وإنسانية مشرفة، ودافع في كتاباته عن القيم، قيم المساواة والحرية والعدالة. لذلك أقول لكم اقرأوه، اقرأوه لتعرفوه، غوصوا في بحره واصبروه، فعنده روح العشق وسر الكتابة، عنده سر الكتابة، كتابة تمتح من تجارب وخطت حياته بندوب الحكمة، وصيرت إبداعاته لوحا جميلا وكنزا ثمينا جديرا بالتحية وبالاحتفال. الآن إلى سمعتوني غادي نتكلم بالدارجة وغادي ناخذ واحد دقيقة ولا جوج. كنطلب منكم المسامحة جميعا ومن سيدي محمد إدارغا على رأسكم أنني نكشف عن سر من أسرار هذا الرجل، وهذا السر موجود لدى أمي، أم هذا الرجل، تلك المرأة الصلبة، تلك المرأة التي كانت تدخل في الستينات والسبعينات إلى المقهى وتطلب قهوة كحلة، تلك المرأة صاحبة المتحف، امرأة هذا الرجل، عفواً والدة هذا الرجل، كانت تقدم خدمة نبيلة لم يقدمها أحد من قبلها، كانت قابلة وكتعرفوا شنا هي القابلة، بمعنى راه الله يعمل شي واحد يتعدى على هذا الرجل راه تخيسا كلهم تخوت كامل الدواء خاصة أكثر من 90% ومن أخت أكثر من 90% ديال أبناء وبنات الدواء كلهم خرجوا عليه الأم ديال سي محمد إدار. وفي الثقافة ديالنا حنا المغاربة كنعرفوا بأن القبلة هي في مقام الأم. جمال. هي في مقام الأم. وكنا تربينا على واحد المسألة وهي أنه إذا كنت مسافر أو ليلة جات شي مناسبة تيخصك تمشي تبوس راس القبلة وخصك تدي لها التفكور. كاينات خصوصا الناس القدام بحالي. تدي لها التفكور يا إما سكر ولا الدفنة ولا خاصكم تعرفوا المهم ضروري خاصكم تعرفوا بأن هذا السر ورثاتو هذه الأم الرائعة للإبن ديالها سيدي محمد ما تخافوش راه ما تيقابلش سميطار محمد ورثات له هذا السر وهذا الحكمة. ولذلك هذا هو القابلة ديال الآداب في مدينة مكة. إذا كان سيدي عبد الله فرجي سماه كعبة يطوف حولها الأدباء، فأنا تنقول هو القابلة اللي خرجت هذوك الأدباء، ماشي غير يطوفوا حول الكعبة. ولذلك بقدر ما يسعدني هذا اللقاء بسيدي محمد إدارغا وهذا الاحتفاء بهذا الطول الكبير، بقدر ما يؤلمني أن هذه القاعة كانت خصها تكون ما فيها حتى شبر خاوة. علاش؟ لأن هذوك الشفوشة اللي قابلهم هذا الرجل وتخرجوا على يده اللائحة ديالهم طويلة وكبيرة، ولكن كاين بزاف اللي تنكروا ونساو القابلة ونساو التفكور. ولكن هذا ما تيعنيش بأننا نمشينا سيدي محمد إدارغا. أتصوروا واحد يخرجك وانت عندك 60 عام مشكلة. الفرق هو أن الأم ديالو الله يرحمها كانت كتقابل وليدات صغار، أما هذا كيقابل الشحوطة الكبار عندهم. إذا تحية إكبار وإجلال سيدي محمد إدارغا، الله يخليك لينا بارك. السي حسن حتى الخيسة ما بقيناش كنسميوها دابا الخيسة، الخيس نهار الخيس صافي ولا ستوت نهار وبخ بزاف سيتي.
سيدي سيدي مخبزة ولا مخبزة سيدي هذيك زوال سيدي الحمد لله اللي ربي تبنى في الاقدار ديالو اننا نعيش معكم هذا اللقاء البارح. وكنقول لمولاي الحسن ان غابت بعض الوجوه فالحمد لله انت قشرت على ان القاعه كان خصها تكون عامره، ولكن ابشرك بان صيت هذا الصالون يعني هو يعني تحت الحدود، وانتم يعني هذه الوجوه النيره الطيبه حضوركم تنوبون عمن غاب اللي حضر معنا الله يجازيه بخير. احتفينا بهذا الرجل فرحناه وفرح معنا، واللي ما حضرش يقراو له الف عذر ماشي مشكل. على اي نهدي الجميع تحيه ورساله من صالون دقدوب المتقى بمدينه مكناس يعيش تغييبا ممنهجا. انا صريح يشكرني ما بنى لي قصر ولي دمني ما حفر لي قبر، ولكن رسالتي اوجهها لكل القلوب البيضاء التي كانت او هي متواجدة في الساحة الآن تحمل على عاتقها يعني هم التنظيم. أقول لدريس الرواح سي حمد الرجواني، سميرة جودي، داني زهير، واحد المجموعة نتاع الأسماء اللي لما كنرجعوا للتاريخ تلقاوهم حققوا لنا لقاءات اللي هي بادقة شخصيا. أنا ذاك أنا كنت تنسمع في الصيت ديالهم وأنا أحتفل بمدينة فاس، يعني كان لقاءات جميلة. فرجاء الإخوان ذاك الروح بغيناها ترجع، وبغينا معها روح أخرى، وهو أن مثل هاد اللمات إلا ما كانش واحد المنظم إنسان التركيب ديالو راه ما غاديش يمكننا باش نلقاو هكايا لقاءات جميلة بحالها. إذن هذه كانت رسالتي. صالون دقدوب الأدبي تشرف بكم اليوم، وإن شاء الله هي بداية للقاءات أخرى. إن شاء الله سنعيش اليوم هذا البدء مع هذا الرجل الطيب الله يحفظك، وإن شاء الله القادم خير مع هذه الوجوه النيرة. دعيهم على الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الحياة وبشوية الصبر، أننا كما استضفنا واحد مجموعة نتاع الأسماء برا مجموعة تهديدة اللي كتسهر عليها المؤسسة، أننا إن شاء الله نستضفوا هذه الوجوه اللي ربما مازال كنطمحوا وتنتعشقوا على أننا نستضفوهم ونستقبلوهم عندنا. مرة أخرى أشكر ولي حسن إمامي على تلبيته دعوة سير هذا اللقاء، ونقول لكم واحد الكلمة وأنا أتصل به، يعني كان في واحد الحالة مزرية، كان مريض واحد درجة الحمد لله. والجمال تاع هذه اللقاءات وهو أن سي حسن واحد اليومين ولا ثلاث أيام الحمد لله تم الانتفاع حضر معنا، وكان يعني ذاك الاستجابة ديالو كانت عافقة كما حنا جميعا حنا مجموعين اليوم على الحب وعلى الوفاء. تنشكر سي عمرو قناوي دكتور الاجيال كما كان بين عيطلو، كنبغي نسكب هذه الصفه هذه الجميله دكتور الاجيال، وهو كذلك سي رضا ابراهيم هذا النموذج نتاع الانسان، النموذج نتاع المبدع المثقف الوفي، انسان اللي كاين سدات ديالو في تحضير الاخر. تنشكر سي احمد الرجواني الشاعر ديالنا، سي عبد الله ما تحتلوش فرصة أنه يكون معنا بالغيتي الله يشافيه. إذا دكتور
سيدي مصطفى الشاوي اللي يعني جبدناه من بوست واحد اللي كم نتاع الانغماس كلي في العمل وبعض المشاغل ديالو، ورغم ذلك لبى الدعوه. شكرا، شكرا للحضور الكريم سي محمد بوحاشي، سي جمال مرزوقي، الاساتذه سمحوا لي، سي زراد، سي طارق، سيدي عبد العزيز، سي محمد بن الصديق، يعني سي نور الدين، الجميع الاخوان اللي كانوا معنا واللي مازالين معنا. اذا هي مساحه للعشق تنشهرها على بعضياتنا اليوم، ان شاء الله هي عباره عن محطات، اللي وصلت المحطه ديالو غادي نتواصلوا معاه عن عشق. شكرا لكم والله الا عزز اللسان. اذا كنرجع وتنمشي عند الضيف حفي هذه الدوره سي محمد إدرغا، اللي كان من الحلم بمكان انني نستضيف في لقاء كهذا. حقا يعني تاخر هذا اللقاء، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وربما هذه الوجه الطيبه اللي حضرت معنا هي اللي ذكرت لنا هذا اللقاء هذا باش نعيشوا معك الروعه نتاع هذا الحضور اللي كان حاضر معنا اليوم. هذاك الجديد لا والله العظيم قدمت لنا دين على نفسي على انني نقبله. انا اقبل يا المبدع الانسان. دابا نشط بزاف، ربما بحال سكران ولا شي حاجة، النشوة وصلت لواحد واحد الدرجة كبيرة جدا. إذا ما عندك أنني ربما لن آخذ حريتي حتى في الحديث وفي الكلام باش نعبر أصدق تعبير عن مقتضى الحال كما يقول بشكل معتاد، لأن كرويا ينبغي أن يكون هناك مطابقة مقتضى الكلام مقتضى الحال كما يقول. فعلاش؟ لأنني أولا فوجئت، رغم انه كما جاء التعبير عن بعض الاخوان انه الصلاه كان المفروض انها تكون اكثر امتلاء بحضور كذا الى اخره. فاحنا واحد النهار في شي لقاء كنت نسير وكنت تقلقت بزاف، لان كما قال البعض انني كان تكون تنعيش ديك الحاله القلق، تقلقت بزاف. علاش؟ لان مثلا واحد النقد كبير جدا انا حراني اجله واحترمه كثيرا جدا هو الدكتور مصطفى الشاوي، باش نقدمه انا في الكلمه ديالو في السيفي ديالو، لانه عنده اكثر من 80 قراءه نقديه غير في الشعر، واكثر من قراءه نقديه غير في السرد. لو ان هذاك العدد اللي كتب هو عليه وكان حاضر كان فعلا كاع الوصف عندي غتكون عامره. شحال كانوا من دوك الناس كاملين اللي كتب عليهم على حسب غير التبرديك ديالي، لا كان يجي 6 الناس ولا 7 الناس. حشومه، فين هي ثقافه الاعتراف والامتنان؟ ثقافه الامتنان. هذا الرجل ملي تلاقيته اول مره وتعرفنا وانا احبه والقدر ديالو، انت عارف شنو هو الجهود اللي بدا، ربما لاحظته من خلال التدخل ديالو انه كتب عني عديد مرات وشارك في تكريم عدته عديد مرات الى اخره. وبطبيعة الحال إذا هنا إلا تكملنا غير هذا، راه من آخر كان عندنا لما كنت في عضو في اتحاد كتب المغرب في المكتب ديال المكناس، ولا شك أنه غادي يشاطرني القاسم الناقد مصطفى قريتي هذه النقطة هذه، باعتبار أنه كان في يوم من الأيام كاتبا عاما لفرع اتحاد كتب المغرب بمدينة القنيطرة، ربما غادي يشاطرني هذا الرأي هذا. مع المرحوم الدكتور أحمد فرسوح كان ما تيحضروا عندنا 25 أو 30 واحد وين في الحالين عجبنا الحال، من آخر أن العدد الحضور كان يعني كثيرا. إذا هذا راه إشكال في هذه الحالة، ولكن أنا من اللي حضروا معايا هذا الحضور النوعي والجميل جدا من الإخوان، واللي شنو لاحظ؟ لاحظ راه كثير منهم إما كتب عني أو كتبت عنه أو كتب كل منا عني عن الآخر أو تبادلنا مجموعة من الخدمات أو كذا بشكل آخر.
حتى الشاعر الجميل درس الرواح لما ترح قد يدرس بي لا هو نسمع انه كان قد سباقا الى ان يخدماني تقول كان سباقا الى ان يخدماني وانا في واحد القنية انه دائما ديك القنية اذا حييتم هذا هو تنعمل بها دائما عمل معي هو واحد وجلس تخسر هو ما قاله فعلا ولكن ما بغيتش نخاطر انا باش نهضر لا هو حياني اذا كان لابد كذلك لي من ان احييه انما كان هناك مشكل نعم من النقائص اللي عندي في الطبع ديالي انني سريع الغضب لذلك كانت دائما زي دائما تقول لهم ردوا بالكم راهي لا تقلق عليكم اذا رغى راه مشكله وفعلا واحد المره في جنان الباديه وتقلقت وسمعت كل شيء وقلت لي يا اخوان شكون اللي غادي يطلع الحمليه باش نوصلوا معايا كان بقيت مازال عندي واحد الكباطه صافي اللي غادي يطلع يلا لكن وجوج فعلا الحسن العبيدي اعتقد الاخ اللي كان مراسل ديال الاتحاد الشراكي في صفرو ماشي حد سميتو عصمته ولا كذا غيره هذوك اللي جاوا معايا علاش طلع لي الدم في واحد الطبيعه هكذا هكذاك ما يمكنش نقول بانني سميتو الاخ غيره ان الام ديال رحمه الله عليها كانت ريفيه كانت قاصحه شي شويه وكانت سريعه الغضب ايضا وانا وردت عن هذه القضيه هذا خلاف ابي رحمه الله عليه اللي كان هو مرسل دائما هادئ وكذا غيره اذا شكرا للاستاذ الزجال والفنان الشكيلي والصديق ديال العزيز الحميم سي عبد الله دكدوك لانه في خبره كان المفروض انه هذا اللقاء هذا يكون قبل ولكن كنت انا اعجله لماذا؟ لان كانت عندي واحد الذريعه وهو انه في يومين عرفت او للاسف عشت لحظتين حرجتين النقطة الأولى وهي أنه لما مرتي دارت تسمية العملية الجراحية لأنها تهرست من الورك ديالها ولحد الآن ملي تنشوف الأخت وأنا تنتفكر مرتي من هي مازال حيدت داك كادر دوماج ولكن مازال تتمشى بالعكاز هادي دابا تدار الترويض وكذا إلى آخره إذا لذلك كانت فوق ما هدر معايا السي عبد الله تنقول أودي الله يخليك اسمح لي وكان عدد اللي عرفوا هذا السويتو واللي زاروها مباشرة في المستشفى هما كما تسمم دائما شيخ القاية السي عمر كلاوي والسيد ابراهيم ومن بعد السي حسن الحاج بالتصميم ديالي انه وصف الاخبار ودريس الزايدي وكلا اخره اذا هكذا تاخر ديك المساله لكن والله الناس حسيت بواحد المحل سميتو وكنت كريم رغم ان تكلمنا قبل هذاك العدد هذا كل تكريم عنده واحد النكهه ديالو خاصه كاين مثلا من اول احتفاء كان عنده ليا الشاعر الكبير عبد الناصر الوقاح في بالضبط 9 فبراير 1999 بكليه الاداب ومن الى اخره كان تيدير واحد كان هو رئيس جمعيه موظفي كليه الاداب ديال الناس وكان تيعمل واحد البرنامج سميتو مبدعي تحدد وفعلا فعلا استضافني ولانه بداك يتسجل كاسيت فيديو لمده 3 ساعات و10 دقائق اذا وحضر فيها يعني اخوان اللي هما ديالو بالشهاده بحقي هو المرحوم العلامه فريد الانصاري والاستاذ الشاعر الحسن العابدي واعتقد در سميتو زرد كربم وكان واحد الغريب سميتو هو انه واحد روح هو عمل اساتذه جامعيين وخلاص الطلبه في قاعه الندوات ولكن مجرد ما ادلى في حقي المرحوم فريد الانصاري واحد الراي معين مجموعه من الاخوان ما عجبهمش الحال من الاساتذه الجامعيين انسحبوا للاسف علاش انه فقط هذا هو على علاقتي باللغه العربيه الفصحى ومشى هذا مشكل ولكن من بعد غادي الحمد لله غادي يجي واحد الاحتفاء في 2009 22 فبراير عفوا 22 مارس 2009 غتعمل ليا جمعيه الشرق المكناسي وغادي تحضر فيه يحضروا عدد الحضور 70 واحد من المثقفين و15 مدينه وكان داك الشيء رائع جدا وعلاش تكلمت على هذا الاحتفاء هو فيه اللي قلت واحد العباره لان كنت وجدت واحد الورقه من بعد قالوا لي شنو غتسميتو؟ قلت له عبد الله يخليك انا فقط هؤلاء الذين توافدوا من كل مكان
هو فقط تنقل في حقهم إني أحبكم وأنتم تحبونني. كان المفروض أن هذه العبارة هي اللي نقول الآن، هو أنكم تحبوني وأنا أحبكم، ولكن كل واحد منكم عمل معي واحد لوزاس اللي ما يمكن لي نساه. هذا اللي قدامكم الآن السي أحمد بولبول، عمل لي تكريم في عددين جميلين رائعين وازنين ثقيلين من فرحة الجميع، وشارك فيه 38 قلم منهم نيت دريس دريس الرواح، مجموعة من الإخوان السي عمرو الركناوي وغيرهم اللي سميتهم، واستضفني في واحد الحوار افتراضي إلى آخره، وكان معايا المرحوم عمر بوحاشي الله يرحمه إلى آخره، ويعني السي أحمد الرجواني اللي كرمني جوج مرات في ويسلان بالإضافة على التكريم اللي عمل ليا إبراهيم الزهري لاحقا في الدورة ديالي اللي كانت هي دورة الرابعة إلى آخره، والتكريم اللي دعمت ليا جمعية أمجاد وهو الإخوان اللي حضروا معايا، وكاين من مجموعة اللي كتبوا عليا زبون شي حويجات كاع ما سميتهم مازال ما عارفينها شيء، والآخرين ما نسواش بحال اللي كتب عليا هذا الناقد راه تيبان لكم غير هو عفريت الزمان هو عبد العالي بودقيق، واللي كتبوا عليا الإخوان كاملين اللي ترجم، وكاين حتى الترجمة من طرحنا قضية الترجمة سي تويت ترجم اللغة الفرنسية، كاين بدا السي عبد الله فرجي ما بغيناش ندخلوا في ديك الملابسات كيفاش ما حدث وكذا وكذا، لكن الألمانية كما سمعتوا تترجمها كاين بيان اللي تترجمها اللغة الإسبانية، اسمها الزعيم كانت بدات تترجم مجموعة من القصص اللغة الإسبانية، مونيا الدكتور مونيا عبيد قالت لي ديك الوقت راها ترجمت لها الفارسية اللي تعرفوا وين هي التخصص ديالها اللغة الفرنسية، أنا كنت درت لها عملت لها تقديم لواحد المجموعة ديالها القصصية، هي تزوجت مشى الميريكان إلا كانت مشات لها واحد الزيجة مع واحد من ماليزيا التلميذه ديالي هذيك، مشات الى الامريكان من تما ما وليتش تلاقيتها ما عرفتهاش شنو هو المصير ديال ديك الترجمه الى اخره. اذا على كل هذا كله هاد النوع من التفاعلات كاين اللي عملني سميتو بطل ديال مجموعه من القصص ديالو بحال اللي عمل عبد النور ادريس ادريس عبد النور، كاين اللي دار معايا عيسى محمد المرجاني، كاين اللي دار معايا محمد اسليم، هادو كان الدكتور ابراهيم الزهرة، عبد الناصر لوقاح، هادو اللي ايوا كل واحد كيفاش. اذا انا والله فرحان بزاف، تشكركم بزاف، تشكر السي مصطفى البليتي اللي جانا من مدينه الهضره، انا ويا عاده نتبادلوا الهاتف الى اخره، من المسائل اللي قبيله بقى فاش قالوا لي تخصو تجمع داكشي اللي سميتو، كان وقع واحد الاشكال هو النهار اللي كان بغى يدير له سميتو فاش كان في التكريم ديالي، وكان بغى يدير له سميتو بابا هو اللي خليفه التكريم ديالو، انا ما عنديش مجموعه، شنو دار هو مشى شراهم ديالو نسخ منه وجاب لي نسخه انا ونسخه يمكن السي بابا هو اللي خليفه وكلمنا واشتغلت على ديك المجموعه على اخره، لكن نهار الحفل ديالو شكون اللي دار مني خدا بداك النسخة ديال سميتو خدا مني صخر المهيف، وأنا تنقولو صخر المهيف تضحك معاه تنقولو صخر المهيف، كان ديك الوقيته مازال مزوج بفاطمة الزهراء المرابط، فين هو ذاك المصير؟ أنا تنقول له ودي هذا تيقول لك أنا ما عنديش سي مصطفى لحد أنا تيقول لك أنا ما عنديش ما توصلش ذاك النسخة، ذاك النسخة فين مشات؟ زراد بالإضافة سميتو ربما تتجهلوا بأنه هو راه كاتب قصة من النوع الجميل جدا، كان تيرشر معنا ديك الوقيته هذيك من بعد ديك اللي لا ادري ما الذي حدث الى اخره، من قال لي التوليد انا مازال تنتظر بانه الان تنولد عبد العزيز عبد العلي كربل، ولكن غنولد مازال تنتظر نولد طريق لانه مازال مستعصي، رغم انه الوصيه ديالو جات من واحد ما نقدرش نقول له لا، جاي من شاعر كبير هو سميع الزواريق، فوك ما يعني ثانية تقول لي واش كتبتي التقرير يا ودي تنتوصل بعدا بالديوان ونقراه، تنقول هذاك راه كنسول داك الزعتر هذا، وعيت مع الدكتورة جليلة تنقول لها الزعتر هذا مالك انت هذا، وهي تقول لك انت تشبه بزاف، شي مرة مساكن وصلوا لي حتى سميتو بغاو وصلوني بالسيارة قلت لهم لا وصلوني حتى المحطة وداك الشيء، وحتى ما تحبش نوصل الطاكسي، ولكن تنقول لها فين؟ قال لي صافي السي محمد انا كنجيب واخا نجيب لك مكتوب
بعد قلتو بالخط بخدم قدام مرحبا صدق بحالك بحال درس الرواح هضرنا على ديك العشيه ديال النميمه في درس الرواح صدق حتى شي حاجه ما دايرهاش انت اذا اشكركم المولود واحد اخر جاني مرحبا دليل الانطولوجي على صفحتي على من القميص الى الورقي مرحبا في صحبة الأستاذ جمال الدين المرزوقي والدكتور عمرو القناوي هذا دليل الانطولوجي سي محمد والدكتور سي جمال المرزوقي هما اللي مقدمين له ان شاء الله غادي نعيشوا هذه الحلقة كاتبين جوج المقدمين جوج المقدمين مرحبا اذا شكرا كثيرا سيدي حسن راه هذاك اللي كاتب عليه راه كاتب على اقفاص كاتب على المصابيح صرفه مصابيح كاتب على قريه بن السيد وين كنت دايري في كلمه الدار ديالها كاتب عاود على سميتو زهره نرجس واحد بزاف ديال سميتو مازال داك الشيء راه امراه كتعلن ديروا شي غزو في انا واخا غادي نحترم واحد الشكل اللي جاني هذه هي كنت كنهضر له بالسي وكنا تنحسر داك الشيء اللي درت فقلت انا واش انا اللي كاتب اكثر على عباد الله ولا عباد الله اللي كاتب اكثر عليا هنا لقيتي في القراءه المفتي كان 185 قراءه مفتي بالاضافه على المقدمات كاين دابا 32 مقدمه فكان قلت نسلم المقدم قلت لهم مرحبا اذا ولا في الشهادات وكذا الاخرين اذا كان داك الشيء كثير جدا الحمد لله الى طور في العمر ان شاء الله كنخرج شي حاجه بشويه بشويه واخر سميتو عتك وسدا انتي وزجلين كاملين راني بديت بالبلوغرافيا ديال الزجل وزجلين بالمغرب الله يرضى عليكم الا ما عطوني البطاقه ديالكم اللي عنده نسخه يعطيها ليا اللي ما كاينش على الاقل البطاقه ديالو يعطيها السي عبد الله الله يكثر خيركم وشكرا لكم على حضوركم الجميل وشكرا على كل كلماتكم الطيبه سي درس الرواح والله يعزك والله راك تعرف بلي انا ما تنبكش حتى نخرج لها مباشره لله في الزجل كنت هضرت واحد القضيه انا والسي هاد العفريت الزمان طالع الصغير زكريا الشاب ديالنا زكريا وجد قلت لهم جلسوا مازال ما جلسنا شيء نتمنى التوفيق للجميع وشكرا لك قال الان وصله جميله ديال السليم بعد لوحات سكريا شهاده سكريه مع درع الدوره هذا طلب السي طارق رضوان تفضل هذا رجل جميل والشاعر الجميل القلب الكبير مدينه الحال سيميمون زراد نعم شكرا لك سيميمون شكرا لك شكرا لك بعد شوية أوكي سلام يا هذه اللوحة هي هذه اللوحة اللي كاينة في ديوان سي عبد الله فرجي مسافر في الضباب والآن كتبت أنها تكون من نصيب السي حسن وأرجو أن لا تثير زوبعة الله يكون زوبعة في الجاز نوضح عفاك واحد احنا ملي وقفنا وداك الشيء وكان دائما مسكين وحدك مصطفى الشوي ولكن تيجي يعني هما نصح معايا اخر نقطة والعقدة مع التحدث التفكير وكذا لا انا ذاك سبب
لوحة ديال الميدانية السي عمر السي زراد ما عرفين ليها الظالم تيكون يشد ودرنا حتى الكلمة ديال السي عمر من السبت فايدة فإن لما تتفاجئوا حتى لما تتحل داك الإحنا تصفيته راه تتلقى واحد الإشارة واحد الصفحة بأنه اللوحة ديال الميمون الزراد كيف قالوا لها سميتو اللوحة من الكلمة ديال الفرشات باش لدرجة أنهم خلوا تفقوا معايا بأنه هنا كانت ترجمة جزت شي ترجمة قبل ما يمر عام على العقدة أنهم هما اللي غادي ينشروها من مجلس السيردة سميتو اتصلت بهذا قال لهم لي احنا دابا هنا عايشين معاهم هذه الفنان دانيزير يا زريت دوار الآن درا الدورة موسى عبد الله مبدع وناقد اسمحلي درغا وكلمة ختامية وقبل منها تشكروا الأساتذة الإعلامية سيوس بالغماري سحمد بلبل تشكرهم على التضحية وعلى التفاني والتغطية تبارك الله عليكم وشكرا للحضور الكريم. غادي نقدموا شهادة تقديرية. نعم. قبل الدرع. قبل الدرع. شهادة تقديرية الله يجزيك بك. سي أحمد بولبول تفضل. عندك أخويا. هاشي سي يوسف العماري. هاك أخويا سي يوسف. شكرا. سي علاء الجديد. ما بقى الناس الوقت كان كمان ساعدونا الله يجزيكم بخير سي بو عزار فرحان صبر معنا سي بو عزار غديت اليوم عاد 12 النهار سي طارق رضوان تفضل سي زكريا وجدي خويا زكريا سي حسن بيسين هو عمل متواضع من الاجتهادات ديالي هكذا تصورته دير صالون دكدوب بهاد الانامل ديالي ولكن الجميل هنا هو ان ادير هذا انه عاش معنا تسعود نتاع الدورات ادير عاش معنا تسعود نتاع الدورات واليوم أقدمه باسمكم باسم كل متقابلين في مدينة مكناس في بلدنا المغرب حبيبة الغالية أقدمه إلى العزيز الغالي القلوب ديالنا جميعا سيدي محمد إدغا الباحث والناقد والبيبليوغرافي إنسان طيب الخلوق معجوب زمائر الله يخبر على الكراسي هنايا يلا شدوه تفضلوا الناس فرحان دابا تسمعوا قسمين اربعه السوايع صافي سهل بالبول نشكرك